بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنبتدي الجزء الثالث والصورة الثالثة من السيستودز تكملة للفيديوهين اللي فاتوا، ونقفل بقى بقية الشابتر كله علشان نكمل الصورة العامة لكل عائلة السيستودز. بندرس ايه؟ قلنا بندرس علاقة البارازايت بالهوست من خلال لايف سايكل، وقلنا ان البارازايتس ده هي ثلاث عائلات، عائلة اسمها الارثروبودز، وعائلة اسمها البروتوزوا، ودول هندرسهم ان شاء الله في الترم الثاني، وعائلة اسمها الهلمنسس دي ابتدينا بيها. وقلنا ان الهلمنسس ثلاث انواع او ثلاث عائلات، النيماتودز والتريماتودز والسيستودز، وهنبتدي برضو بالسيستودز. بالنسبة لللايف سايكل بتاعه كل الهلمنسز، احنا قلنا ان انا بسال نفسي سؤالين دايما قبل ما ابتدي اتوقع شكل اللايف سايكل، بتحصل فين وبتحصل ازاي. بتحصل ازاي؟ قلنا ان هما 6 ستيبس ثابتين في كل الهلمنسز. بتحصل فين؟ قلنا اعتمادا على مهارات الجنين، يا اما يكون عنده مهاره السباحه فتوقع ان دوره الحياه هتحصل في الميه، او يكون عنده مهاره اختراق النسيج فتحصل في الانترميديت هوست بصورة مباشرة، او انه يكون ما عندوش مهارات خالص فاضطر ارميه في السويل لحد ما يطلع له اي مهارة. ادي طريقة تصميم اللايف سايكل، برسم الخط بحط فوق الديفينيتيف هوست اللي فيه الادلت، تحته الانترميديت هوست، على اليمين الدياجنوستيك ستيج، على الشمال الانفكتيف ستيج، وببتدي اركب الست خطوات على اللايف سايكل دي. اول خطوة الادلت عايش فيه الهابيتات داخل الادلت داخل المان او الديفينيتيف هوست، ينزل تاني خطوه الماتيور او الاماتيور اكز في الستول كدياجنوستيك ستيج، الخطوه الثالثه ماتيوريشن اوف اج لو كانت نازله اماتيور، لكن لو كانت نازله ماتيور مش هستخدم الخطوه الثالثه في حاجه. الخطوه الرابعه تكوين الانفكتيف ستيج، الخطوه الخامسه وصول الانفكتيف ستيج للمان فوق الخط بمودز اوف انفكشن، الخطوه السادسه تبتدي تكبر تاني داخل الانسان بعد ما دخلته وقعدت في الهابيتات بتاعه. ادي الست خطوات بتوعنا. وبعدين عرفنا ان انا بعد ما بالف اللايف سايكل ببتدي اطلع الداتا المطلوبه مني، ايه هو الهوست ديفينيتيف هوست وريزرفوار هوست وانترميديت هوست، ايه هو الهابيتات، ايه هو الدياجنوستيك ستيج انفكتيف ستيج المود اوف انفكشن او المودز اوف انفكشن. بعد كده بطبق الكلام اللي انا عملته ده في ان انا اطلع كلينيكال داتا، ايه هي الباثوجينيسيس، هيعمل ايه بقى الدوده دي، هتعمل ايه الدوده دي داخل الانسان بعد ما دخلته من اول لحظه دخلت فيه. وبعدين الكلينيكال بريزنتيشن، العيان هيجي يشتكي من ايه، هشخص ازاي، هعالج ازاي، وهمنع حدوث العدوى ازاي. قلنا كل الكلام ده مبني على معرفتي ب طباع الدودة وشكل اللايف سايكل. بدأنا بالسيستودز وعرفنا ان الادلت في العموم مكون من سكوليكس ثم مجموعة من السيجمنتس، بتبقى الاول اماتيور وبعدين ماتيور وبعدين جرافيد. وعرفنا شكل التيبيكال سكوليكس، بحطه دايما في الديدان اللي انا بعوضها عشان تبقى اخطر من غيرها. وادي شكل الماتيور سيجمنت وادي شكل الجرافيد سيجمنت، مفيش داعي لتكرار الكلام ده. قلنا ان الجنرال مورفولوجي بتاع اي بيضه للسيستودز بتبقى اسفيرويد وليها طبقتين اوتر اكشيل وانر امبريو فور، وجواها اونكوسفير عليه 6 اشواك او 6 مخالب بنسميها هكساكانس امبريو. ركزوا في الكلام ده يا جماعه، لان النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن الدوده الخاينه الجديده اللي مواصفاتها مختلفه تماما عن الحاجات اللي احنا بنقولها دي. فلما اجي اقول لك خلي بالك من جدارين، اصلي هقول لك النهارده البيضه بتاعت النهارده ملهاش غير جدار واحد، هقول لك جواها اونكوسفير العيله، القاعده بتاعتنا ان جواها اونكوسفير، هقول لك لا البيضه بتاعتنا بتنزل اماتيور يعني مجموعه من الخلايا، وقتها هتوقع ان هحتاج الخطوه الثالثه وهكذا. فالكلام ليه بعيده؟ لان انا ببني عليه تاني حاجات جديده في الكلام اللي بنقوله. اللارفال ستيج قلنا ان القاعده بتاعتها انها بالونه مليانه ميه وجواها سكوليكس، جدارها مكون من طبقتين، الطبقه الداخليه هي الجيرمينال لاير اللي بيطلع منها النك.
وشفنا المرة اللي فاتت ازاي ربنا عوض اصغر دودة في السيستودز انه خلى شكل اللاربا بتاعتها في قمة الخطورة، في غاية الخطورة اللي هي الهايداتد سيست الاف الاسكوليسز، وازاي هي هايلي الرجينك، عندها هايلي الرجينك كونتنت اللي هو الهايداتد فلويد. وقلنا الكلام ده كله بالتفصيل المرة اللي فاتت. هقول لك برضو النهاردة في الدودة الخاينة، خلي بالك ان اللاربا بتاعتنا برضو مختلفة في الصفة بتاعتها، ما هيش بالونة ولا حاجة، لأ ده جسم عادي خالص بيبقى سوليد، يعني ما فيهوش كافيتي. ادي شكل اللايف سايكل في العموم بتاع السيستودز، وقلنا ازاي احنا استغنينا عن الخطوة الثالثة لان البيضة بتبقى نازلة ماتيور، وعرفنا ان الانترميديت هوست كان حيوان او حشرة، ده كله متعودين عليه في القاعدة اللي مشينا عليها سواء اول مرة او حتى تاني مرة مع بعض التغييرات زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وعرفنا ان انا كمان بحتاج الحاجة التالتة اسم اللاربا ايه، وابدأ اغير انا في شكل اللايف سايكل. يبقى اذا العيلة يا جماعة دي من الاخر عبارة عن قاعدة عامة، بعرف انا شوية حاجات من خلال الدودة نفسها هي اللي بتغششها لي، وبعدين بركبها انا من خلال فهمي واتكلم عادي. وادي الست خطوات، قلنا ان البيضة بتنزل ماتيور فمش هحتاج الخطوة التالتة بحاجة. اذا اللايف سايكل يا جماعة بتاعة السيستودز احنا لحد دلوقتي شفنا منهم شكلين، والشكل الثالث هنشوفه النهاردة ان شاء الله هو الشكل الاخير. لكن ملاحظين ان كل اللايف سايكل يا جماعة بتاعة السيستودز هي الست خطوات اللي احنا عارفينهم، ما تغيرش فيهم حاجة، هم ست خطوات. لكن بناء على معرفتي بالدودة من خلال داتا هي بتغششها لي، انا بقدر العب في الست خطوات دول بطريقتي واختار المناسب ليا. يعني المرة الاولانية قلنا القاعدة العامة وكان شكل اللايف سايكل تيبيكال بالمنظر ده اللي هما ست خطوات، بستغنى عن الخطوة الثالثة عشان البيضة بتنزل ماتيور. تحت في دورة الحياة بتحصل على طول داخل الانترميديات هوست بصورة مباشرة، علشان القدرة بتاعة الجنين penetration of tissue لا يقدر ينزل في مية ولا يقدر ينزل في سويل. بعد كده عرفت اسم اللاربا سواء كان سيركس سيليلوزا او سيركو او سيستي سيركس بوبس او سيركو سيستيك سيستي سيركويد، ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في المرة الاولانية اللي هي القاعدة العامة. وبرضو ما ننساش الدورة الاضافية التعويضية اللي كنا بنستخدمها عشان نخلي دودة من الاختين اخطر من التانية. وفي الدورة الاضافية ده هي الانسان بقى موجود فوق الخط وموجود تحت الخط، موجود فوق الخط كديفينيتيف هوست وموجود تحت الخط كانترميديات هوست، فقلنا عليه وقتها انه كومبليت هوست، لكن كانت الخطوة الخامسة والسادسة بتقف علشان هو يعتبر كمان بلايند هوست. يبقى ده الشكل الاولاني لللايف سايكل شفناه في المرة الاولانية. الشكل التاني لللايف سايكل يا جماعة كنا بنقول عليها لايف سايكل معكوسة، يعني اذا كان العادي ان الانسان فوق والحيوان تحت، ففي اللايف سايكل دي الحيوان بقى هو اللي فوق والانسان هو اللي نزل تحت، وعومل الانسان في الحاله ده هي على انه انترميديات هوست. مش بس كده، بما انه انترميديات هوست وما ينفعش يتاكل ويطلع فوق الخط، قلنا ان اللايف سايكل مش هتستمر لانه بلايند هوست، وعلشان تستمر لازم احط له شريك تاني في دورة الحياة ينفع يتاكل بواسطة الحيوان اللي فوق. واكتشفنا مفهوم جديد هو ان دورة الحياة ازاي بتتم اصلا ما بين الحيوان والانسان، ملوش دعوة بالموضوع، لكن دوره انه بيخش اكسيدنتالي على اللايف سايكل فيبقى اسمه اكسيدنتال هوست. يبقى دي الشكل التاني لللايف سايكل. يبقى الشكل الاولاني ده يا جماعه احنا شفناه في الانتستاينال ستودز اللي احنا اتكلمنا عنها في المره الاولانيه، والدوره التعويضيه ده هي كنا استخدمناها في الديدان الخطيره اللي كمان بتروح تقعد في التيشو، يعني تعتبر كمان تيشو ستودز اللي هي الهايمينولبس نانا وايه والتينيا سوليا.
والقاعده الثانيه ده هي اكتشفناها المره اللي فاتت في التيشو سيستودز الكبار اللي احنا اتكلمنا عنهم الهايداتد سيست بتاعه الايكاينوكوكاس جرانيولوزس والايكاينوكوكاس مالتي لوكولاريس، ومرض ثاني اسمه الكونيروزس اللي بتسببه لاربا اسمها كونيروس سيريبراليس او سينيوروس سيريبراليس. قلنا اختلاف النطق وارد، مفيش اي مشكله فيه. الدوده بتاعتهم يا جماعه اسمها مالتي سيبس او تينيا مالتي سيبس. المهم ان الاثنين دول بتنطبق عليهم شكل دوره الحياه الثانيه دي اللي هي دوره حياه مقلوبه، الانسان فيها نزل تحت الخط وعومل معامله الحيوان والحيوان طلع فوق الخط. واحد يقول لي طب ما في المره الاولانيه برضو كنا نزلنا الانسان تحت، هقول لك بس ما طلعناش الحيوان بداله فوق. لذلك لما اقول لك دوره حياه مقلوبه او معكوسه انا اقصد لك الشكل الثاني لللايف سايكل اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. ومع ذلك هتلاحظوا سواء هنا او هنا انا مثبت عندي الست خطوات، والست خطوات يكاد يكونوا ثابتين. اللي بنلعب فيهم بس هو تبديل الهوست. هنا كان الانسان فوق والحيوان تحت، دي القاعده التيبيكال، وهنا الحيوان بقى فوق والانسان تحت، دي قاعده مقلوبه. الشكل الثالث لدوره الحياه يا جماعه اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله هي الدوده الخاينه. ليه بشرح الدوده الخاينه لوحدها؟ لان المواصفات بتاعتها يا جماعه مواصفات مختلفه عن بقيه العيله. فاكرين انتم يا جماعه الترند اللي كان طلع في فتره من الفترات اللي هو عائله مش عارف مين يهنئون كذا 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 ما عدا العق فلان؟ هي الدوده دي بتقوم بنفس المهمه. الدوده دي هي الدوده الخاينه للعيله، هي الدوده العاقه للعائله اللي ليها مواصفات مختلفه عنهم وبتروح بيها تقلد عيله ثانيه. العيله الثانيه يا جماعه اللي هتقلدها هي عيله التريماتودز. عيلة التريماتودز، دورة الحياة بتاعت التريماتودز يا جماعة بتتم في المية لأن الجنين بتاعها عنده موهبة السباحة. الدودة الخاينة دي بتروح تقلد التريماتودز، ومن هنا هقول لكم النهاردة إن الدودة الخاينة دي هعتبرها مخرج من عيلة السيستودز ومدخل إن شاء الله لعيلة التريماتودز المرة الجاية. الدودة الخاينة دي يا جماعة اسمها إيه؟ اسمها داي فيلو بوسريام ليتم. ليها اسم تاني اسمها فيش تاب وورم، وخلاص احنا اتعودنا ان الدوده بتغششني من اسمها، هي عايزه تعمل ايه في دوره حياتها. معنى انها فيش تاب وورم انها ليها علاقه بالسمك، ومعنى انها ليها علاقه بالسمك ان دوره الحياه هتحصل في الميه، فده يفكرك ان كمان عشان دوره الحياه تحصل في الميه يبقى لازم الجنين بتاعها يبقى موهوب بالسباحه. يبقى دي حاجه انا عرفتها. تاني حاجة اسمها برود تاب وورم. برود يعني عريضة، وما تلخبطش بينها وبين كلمة برود اللي قلناها المرة اللي فاتت بتاعة البرود كبسول بتاعة الهايداتد سيست اللي كان معناها الكبسولة الحاضنة أو الحاملة للي جواها. برود هنا يعني عريضة، يبقى ده معناها كمان إن الدودة عريضة، يعني العرض بتاعها كبير، وده يفكرك ان السيجمنتس بتاعتها هتبقى عريضه هي كمان، يعني مش مطوله بقى زي بتاعه التينيا مثلا، لا ده هتبقى عريضه. خلاص، طب ايه كمان يغششني الاسم بتاعها؟ اسمها داي فيلو بوسريام ليتم. داي يعني اتنين، فيلو بوسريام، بوسريام يا جماعه هي وسيله التثبيت الجديده. وسيلة التثبيت بتاعة السيستودز اللي احنا كنا عارفينها كانت السكرز، لكن وسيلة التثبيت اللي موجودة في راس الدودة دي اسمها بوسريام، دي عبارة عن حاجة عاملة زي الشفايف كده يا جماعة، شفتين بيقفلوا على بعض ويشتغلوا بنفس الطريقة اللي السكر بيشتغل بيها، بس ما هياش سكر، هي اسمها بوسريام. طيب داي يعني اتنين، بوسريا يعني اتنين، بوسريا يعني الشفتين اللي انا بقول لكم عليهم دول وسيله الفيكسيشن، فيلو يعني راس، يعني الدوده اللي عندها اتنين بوسريا موجودين على راسها بتستخدمهم للفيكسيشن. انا كده الدوده غششتني كل اللي انا عايز اعرفه، ان دوره الحياه هتحصل في الميه، ان الجنين هيبقى عنده قدره للسباحه، كمان الدوده مش بتعمل فيكسيشن بالسكرز، لا ده بتعمل فيكسيشن بحاجه اسمها بوسريا،
الدودة شكلها عريض، يعني السيجمنتس بتاعتها عريضة. طب تعالوا كده نكمل. أول حاجة شكل الراس بتاعتها. الراس بتاعتها يا جماعة اللي كان اسمها سكولكس هناك، هنا مفيش ساكرز لكن في حاجة اسمها بوسريا، عندها تو بوسريا، وزي ما احنا شايفين هنا دي حاجة كده عاملة زي ما تكون شفتين، زي الشفتين بتوع بقنا كده يا جماعة. كل اللي بتعمله انها تيجي تلزق على السيرفس وتقوم ضمه الشفتين على بعض مع السيرفس، فتعمل برضو نيجاتيف بريشر بينها وبين السيرفس، زيها زي السكرز بس الشكل مختلف. طيب تاني حاجه بالنسبه للماتيور سيجمنت يا جماعه، فاكرين الماتيور سيجمنت احنا كنا بنقول عليها فيها يوترس واوفرز وفي العموم يعني ميل جينيتال سيستم وفي ميل جينيتال سيستم، وكانت مشكله السيستودز ان اليوترس بتاعها مقفول فكنت برمي فيه البيض لحد ما يتنفخ يتنفخ يتنفخ، فتبقى السيجمنت كلها عباره عن يوترس حامل ويتغير اسمها الى جرافيت سيجمنت. كل ده ليه؟ لان اليوترس ملوش فتحه يفتح بيها على بره. النهارده بقى يا جماعه الوضع مختلف، اليوترس بتاعها ليه فتحه على خارج السيجمنت من قدام، يعني اليوترس برمي فيه البيضه يطلعها لي بره على طول. هل في مبرر ان السيجمنت اصلا اليوترس بتاعها يتنفخ ويتغير اسمها بعد كده من ماتيور سيجمنت لجرافيت سيجمنت؟ لا. لذلك ضايفين له بوسريم ليتم يا جماعه على عكس بقيه السيستودز ما عندهاش جرافيت سيجمنت. والحته دي موضع سؤال مهم جدا جدا جدا، واحيانا بيبقى موضع فخ. يقول لك ايه رايك؟ الجرافيت سيجمنت بتاعت الضايفلو بوسريم ليتم شكلها ايه يا جماعه؟ شكلها مطول ولا شكلها عريض؟ فتقوم انت واقع في فخ وتقول له لا شكلها عريض، وهي اصلا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش جرافيت سيجمنت، ده عندها ايه؟ ماتيور سيجمنت وخلاص. واليوترس بتاعها يا جماعه بيبقى شكله مميز جدا، روزيت شيب شبه الورده كده. بستخدم الكلام ده في ايه؟ هل يهمني شكل الماتيور سيجمنت؟ اه تهمني، لان احيانا السيجمنت بتنفصل عن الدوده وتنزل منها كدايجنوستيك ستيج، يبقى هنا محتاجها كمان كدايجنوستيك ستيج. طب الدوده دي يا جماعه طولها قد ايه؟ طولها برضو بالامتار، يعني بتوصل ل 10 و20 متر كمان احيانا. يبقى معنى كده انها دوده كبيره. بستخدم الكلام ده في ايه؟ بستخدمه ان انا لما هاجي اشوف الباثوجينيسيس بتاعتها والاثر بتاعها على العيان، لازم افتكر ان انا بتكلم على وحش موجود داخل الانتستان. هذا الوحش اكيد ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن. تاني حاجه انه بياكل اكل العيان، يبقى انا متوقع من دلوقتي من قبل ما اوصل للكلينيكال برزنتيشن ان العيان هيشتكي بحاجه ليها علاقه بالتغذيه بتاعته، تاني حاجه ممكن يجي له انتستاينال اوبستراكشن. طب ايه كمان؟ شكل البيضه بتاعتها يا جماعه، فاكرين القاعده العامه بتاعت السيستودز؟ البيضه سفيرويد وليها جدارين اوتر اكشل وانر امبريو فور وجواها اونكوسفير جاهز. هل الكلام ده موجود هنا؟ لا. البيضه يا جماعه بتاعت السيستودز بتروح البيضه بتاعت الدايفيلو بوستريم ليتم بتروح تقلد العيله الثانيه اللي اسمها تريماتودز في شكل البيضه بتاعتها. شكل البيضه بتاعت التريماتودز بتبقى اوبل واوبركيوليتد، ليها غطاء. عارفين الغطاء بتاع الحله يا جماعه؟ اسمه اوبركلام. اهو البيضه اللي ليها غطاء زي بتاع الحله ده، البيضه لما بتنضج بعد كده فيما بعد يعني بيتفتح الغطاء ده ويخرج الجنين من خلال فتحه البيضه. يبقى البيضه شكلها اوفال اوبركيوليتد، يبقى ده شكلها. طب الجدران بتاعتها ايه؟ هل هي ليها جدارين زي بتوع السيستودز؟ لا، هي ليها جدار واحد بس اسمه ايج شيل. طب والكونتنت بتاعها؟ الكونتنت بتاعها اماتيور ايج. يعني ايه اماتيور ايج؟ يعني لما اجي اتكلم على بيضه اماتيور يبقى انا عارف ان الكونتنت unfertilized ovum. ماشي يا جماعه؟ او يعني لما نيجي بقى نتكلم على البيضه بتاعت الدايفيلو بوستريوم ليتم، هتلاحظوا ملحوظه غريبه قوي يا جماعه. لما كنتوا بتتكلموا على البيض بتاع السيستودز كنت بكتب لكم الابعاد بتاعتها 30 ل 40 مايكرون، مثلا 30 ل 50 مايكرون. ليه؟ هو بعد واحد ليه؟ لانها دايره. المره دي يا جماعه البيضه بتاعت
داي فيلوبوستريم ليه تمسك لها اوفل؟ يبقى لازم لها بعدين. لذلك البعدين مكتوبين المره دي 70 في 50. طيب سؤال يا جماعه، الكونتنت بتاعت البيضه دي هل لازم، انت بتقول لي انها اماتيور ايج، يعني البيضه نازله ما جواهاش جنين. ممكن البيضه تبقى نازله فيرتلايزد وممكن تبقى نازله ان فيرتلايزد. طيب انا بتكلم بقى عن البيضه اللي نازله رايحه تكمل اللايف سايكل، ومعنى انها رايحه تكمل اللايف سايكل ان خلاص حصل فيرتلايزيشن للاوفم لكن لسه ما تحولتش الجنين. يبقى سواء انت شفتها unfertilized ovum او شفتها fertilized ovum، دي البيضه اللي ممكن تنزل كدايجنوستيك ستيج، لكن البيضه اللي هتكمل دوره الحياه هتبقى fertilized ovum. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى ده بالنسبه للكونتنت بتاع البيضه، هيبقى جواها ايه؟ هيبقى جواها بيضه ما تكونش لسه، هيبقى جواها قصدي ovum سواء كانت فيرتلايز او حتى ان فيرتلايز. الاوفم دي اللي هتهمني فيها انها لسه ما كونتش الجنين. يبقى انا لما هاجي هرسمها هرسمها مجرد كور جنب بعضها، اللي هي عباره عن الاوفم الفيرتلايز اوفم اللي اتكون حواليها الايه اليوكسيلز، وكون جواها حواليها كمان الايج شيل. طيب لما تيجي ترسمها بدوره حياه يا جماعه هترسمها ازاي؟ هترسمها البيضه اللي هتكمل دوره الحياه، وعشان تكمل دوره الحياه وتكون جواها جنين يبقى لازم تبقى فيرتلايزد اوفم. طيب تعالوا نشوف شكل اللارفال ستيج. شايفين احنا طول ما احنا ماشيين يا جماعه قاعدين بنقابل فروقات، شفنا فروقات الادل، شفنا الفروقات بتاعه الايج. طيب الايج بقى يا جماعه بعد ما يمر عليها وقت ويتكون جواها الجنين، تفتكروا الجنين اللي جواها هيبقى شكله ايه؟ عشان اقول عليها اسمها ماتيور ايج او امبريونيتد ايج، يعني اتكون جواها الكتكوت خلاص. احنا قلنا ان بما ان دوره الحياه هتتم في الميه يبقى لازم تجيب لي الكتكوت اللي احنا متعودين عليه ده اللي كان اسمه اونكوسفير، وتحوطه لي بطبقه تخليه قادر على انه يسبح في الميه. يبقى اذا الانكوسفير اللي عنده قدره على اختراق النسيج هيبقى عنده موهبه اضافيه وهي موهبه السباحه، لذلك لازم تضيف لي طبقه ثانيه حواليه هي طبقه سيليا. ماشي يا جماعه؟ يبقى اذا الكوراسيديم اللي هو الجنين بقى الجديد ده، عايز اقول لكم هو اسمه كوراسيديم ليه يا جماعه؟ الجنين بتاع التريماتودز هناخده المره الجايه ان شاء الله اسمه ميراسيديم. واحنا بنتكلم النهارده عن دوده خاينه رايحه تقلد مين؟ عيله التريماتودز، وهتاخد برضو نفس الطبقه اللي هتخلي الميراسيديم يعرف يسبح اللي هي طبقه السيليا. فلما طبقه السيليا تحوط الجنين المدور بتاعنا اللي اسمه اونكوسفير هيبقى الاسم المره دي ايه؟ كوراسيديم. يبقى الكوراسيديم ده هو اول جنين هيتكون جوه اللاربه. قال لا، عايز تقول لي ان في لاربات ثانيه؟ اصل كل السيستودز احنا قلنا انها ريحتكم في اللاربات بتاعتها وكان عندها لاربه واحده بس، فاول ما اللاربه تتكون كنت بقول لك ما عنديش غيرها، لذلك هسميها لك كمان هي دي الانفكتيف ستيج بتاعها. لكن لما هنيجي في التريماتودز ان شاء الله هنفاجئ بوجود خمس لاربات. يعني السيستودز عندها لاربة واحدة، التريماتودز عندها خمس لاربات. تفتكروا الدودة الخاينة دي يا جماعة لما تروح تقلد العيلة التانية هيبقى عندها كام لاربة؟ هي دلوقتي لا هي سيستود ولا هي تريماتود، فهتقف في النص، هيبقى عندها ثلاث لاربات. أول لاربة هي الكوراسيديم. الكوراسيديم ده يا جماعة بيبقى مدور زي ما احنا شايفين، وحواليه سيليا اللي هي أدوات السباحة، وعنده الستة هوكس بتوعه اللي كانوا موجودين جوه البيضة. مش احنا قلنا ده عباره عن اونكوسفير حواليه طبقه سيليا فسميته كوراسيديم. ابتدي استنتج شكل اللايف سايكل. الكوراسيديم ده يا جماعه عنده سيليا، انا بفكر اهو معاكم علشان اقدر الف اللايف سايكل. هل مطلوب يا جماعه من البيضه دي انها تتاكل عشان تفقس، ولا مطلوب ان البيضه تفقس في الميه الاول ويطلع منها الجنين وبعدين يتاكل فيما بعد بانترميديت هوست؟ طب انت عرفت منين ان هو يتاكل؟ ابص للمواهب بتاعته، عنده سيليا يبقى لازم يطلع في الميه،
قال لا، يعني معنى كده ان في اللايف سايكل وانا بألفها لازم اقول ان البيضة هتفقس وهي موجودة في المية، وبعدين يطلع منها الجنين يستخدم الموهبة الاولانية اللي هي السيليا. طب والموهبة التانية اللي هي الهوكس اللي موجودة جواه دي، او الست اشواك اللي موجودة جواه دي، هيعمل بيهم ايه؟ هيخترق بيهم كائن حي. يبقى لازم يخترق هوست موجود في المية. ايه هو الهوست ده؟ اسمه ايه؟ هنعرفه بعد شوية. يجي بعد كده يا جماعه اللارفا الثانيه. انا اتفقت معاكم ان انا هيبقى عندي هيبقى عندي ثلاث لارفات. اللارفا الثانيه يا جماعه اسمها بروسيركويد لارفا. هنلاحظ حاجه غريبه جدا، كل اللارفات بتاعت السيستودز كانت شبه البالونه مليانه ميه، لكن الدوده الخاينه ده هي بتروح تقلد اللارفات بتاعت التريماتودز، لارفات سوليد يعني ما جواهاش كافيتي. ايه كمان مميز لي اللارفا دي يا جماعه؟ مميز لي اللاربة دي انها لسه فيها ست اشواك، يعني محتفظة بقدرة الاختراق بتاعها. ومعنى انها محتفظة بقدرة الاختراق بتاعها انها عايزة تروح تخترق كائن تاني. قال لا، يعني معنى كده ان مش بس هيبقى عندي انترميديت هوست واحد تحت الخط، لا ده انا هيبقى عندي تو انترميديت هوست، ومتوقع انها بعد ما تخترق الانترميديت هوست التاني ده هتروح بقى تتكون اللاربا الاخرانيه اللي هي اسمها بليرو سيركويد لاربا. مواصفات البليرو سيركويد لاربا ايه بقى؟ بتبتدي تقلد الدوده الكبيره، يعني بيبتدي يتكون جواها او على بقها او على دماغها التوبوستريا بتوعها. بيبتدي يحصل حاجه زي امباجينيشن كده، او بدايه تكوين جروف على السكولكس بتاعها اللي هيكبر بعد كده ويبقى اسمه توبوستريا. وبدل ما يكون عندها سيجمنتس هي عايزه تعمل سيجمنتس، فبيبتدي يحصل كينكس كده على جسمها من بره، يعني كل حته كل شويه حته تدخل لجوه تدخل لجوه تدخل لجوه، فكانها بدايات تكوين السيجمنتس اللي بعد كده ان شاء الله هتبقى سيجمنتس منفصله، يعني هتنفصل مش هيبقى جسم كله كده على بعضه. لكن سؤال، هل البليروسيركويد لاربا دي يا جماعه عندها قدره على الاختراق؟ ادور على الست هوكس اللي كانوا موجودين هنا ما الاقيهمش، يبقى خلاص هتستقر في الانترميديت هوست النهائي ده ومش مطلوب منها تخترق كائن تاني. ماشي يا جماعه؟ يبقى دول الثلاث لارفات اللي المفروض اعرفهم في الدايفلوبوسريوم ليتم، وعلمتكم ازاي استنتج شكل اللايف سايكل منها. عندي ثلاثه، الاولى اسمها كورا سيديوم، الثانيه اسمها بروسيركويد لاربا، الثالثه اسمها بليروسيركويد لاربا. الكورا سيديوم عباره عن اونكوسفير بست اشواك وحواليه سيليا، يبقى لازم لما اجي الف اللايف سايكل الكورا سيديوم يطلع من البيضه ويسبح في الميه الاول قبل ما يتاكل بواسطه كائن تاني. تاني حاجه، البروسيركويد لاربا اللي اتكونت خلاص جوه الكائن الاولاني اللي كان الكورا سيديوم، مازال عندها ست اشواك يعني قدره على الاختراق، اتكونت خلاص يبقى لازم هتخترق كائن تاني. هي البروسيركويد موجوده فين؟ موجوده جوه الكائن الاولاني، يبقى لازم الكائن الاولاني ده يتاكل بواسطه كائن تاني اللي هو الانترميديت هوست التاني، ويتكون جواه البليروسيركويد لاربا اللي خلاص بتبتدي تاخد صفات الادلت او بتبتدي تاخد الصفات المميزه ليه، بيبتدي يتكون بوستريا من فوق وبيحصل كينكس على جانبي الجسم. بيقولوا عليه كينكي بادي، لكن لسه السيجمنتس ما اتكونتش، هتتكون فيما بعد ان شاء الله. طيب سؤال يا جماعه، تعالوا نطبق الكلام ده. احنا قلنا الكوراسيديا موهبه سباحه وموهبه اختراق، يبقى لازم هيكون موجود في الميه، وبعد ما يتحرر في الميه هيتاكل بواسطه كائن. الكائن الاولاني ده اسمه فيرست انترميديت هوست. ليه بقول عليه انترميديت هوست؟ لانه تحت الخط وشايل اماتيور ستيج يعني لاربا. طيب الكائن ده بالمناسبه يا جماعه، الكائن ده عباره عن حشره في الميه اسمها برغوث الميه، اسمها سايكلوبس. السايكلوبس ده يا جماعه هيجي ياكل الكوره سيديوم ده عشان يكون تاني لاربا جواه اللي هي البروسيركويد لاربا اللي مازال جواه عليها الست اشواك، وبعدين يجي كائن كمان ياكل السايكلوبس بما فيه من بروسيركويد لاربا عشان يتكون في اللحم بتاعه البليروسيركويد لاربا. تعالوا نشوف دورة الحياة تاني هتحصل ازاي. طيب سؤال يا جماعة، انا ايه اللي خلانا استنتج اصلا ان الانترميديت هوست النهائي هو السمكة؟
من اسم الدوده، ما هي اللي غششتها لك؟ قالت لك خلي بالك انا اسمي فيش تاب وورم، يعني معنى كده ان الانترميديت هوست النهائي بتاعي هو السمكه، ومعنى الانترميديت هوست النهائي السمكه يعني اتصرف لي في انترميديت هوست هنا في النص حطه لي هنا. ليه انا محتاج تو انترميديت هوست على خلاف باقي السيستودز اللي كنت محتاج فيها انترميديت هوست واحد؟ لاني فوجئت ان اللارفا دي واللارفا دي عندهم قدره اختراق، يبقى محتاجين على الاقل تو انترميديت هوست. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف اللايف سايكل. مش دي شكل اللايف سايكلز اللي احنا كنا متعودين عليها في السيستودز القاعده العامه؟ تعالوا بقى نشوف الدوده الخاينه بتاعتنا هتعدل اللايف سايكل دي ازاي. تعالوا نبتدي من اول خطوه، الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، ينزل بيضه اماتيور، وده اول فرق في السيستودز اهو. يبقى انا كده محتاج الخطوه الثالثه. السؤال الخطوه الثالثه دي هتحصل فين عشان يحصل ماتيوريشن اوف ايج؟ يعني معنى كده ان البيضه هتنزل فين علشان يحصل لها ماتيوريشن؟ قلنا بص لموهبه اول لاربايه لانها الكوراسيديم اللي عندها موهبه سباحه، يبقى لازم الدوره تحصل في الميه في الووتر. يبقى معنى كده ان البيضه هتنزل في الميه ويتكون جواها الكوراسيديم زي ما احنا شايفين. وبعدين مطلوب من الكوراسيديم ده يتاكل بيه انترميديت هوست. ليه؟ علشان يستغل الموهبه الثانيه اللي عنده اللي هي موهبه البنتريشن اوف تيشو. كل السيستودز كان عندها موهبه بنتريشن اوف تيشو، لذلك كانت بتتاكل على طول بالانترميديت هوست. لكن اضيف موهبه جديده هي موهبه السباحه للجنين بتاعنا النهارده، لذلك كان لازم استغلها بخطوه اضافيه، هو ان الجنين الاول البيضه هتنزل في الميه وبعدين يتكون جواها الجنين، وبعدين تفقس ويطلع الجنين يسبح شويه في الميه عشان يستخدم موهبته، وبعدين بعد كده يستخدم الموهبه الثانيه اللي هو انترميديت هوست، هيجي ياكل الايه؟ الجنين نفسه اللي هو الكوراسيديم. يبقى خلي بالك وانت بتالف اللايف سايكل في الخطوه دي الله يكرمك، ان السايكلوبس اللي هو الفيرست انترميديت هوست هيجي ياكل الكوراسيديم نفسه، مش هياكل البيضه ولا حاجه. البيضه الاول بتفقس علشان الجنين يتحرر ويستخدم اول موهبه عنده في الميه، يعني لازم يبلبط شويه عشان يستخدم موهبته. انما لو الجنين لو السايكلوبس جه كل البيضه بما فيها، الجنين هيستخدم موهبه السباحه ازاي ان شاء الله؟ ما هو محبوس جوه ايه؟ محبوس جوه السايكلوبس، يبقى ملهاش لازمه. يبقى خلي بالك وانت بتالف اللايف سايكل ان هي لازم تكون منطقيه، لازم تستخدم عقلك وتفهم انت بتقول ايه. طيب خلاص الكوراسيديم بلبط شويه في الميه واستخدم اول موهبه، هيتاكل بواسطه الفيرست انترميديت هوست اللي هو السايكلوبس، ومطلوب منه يكون بروسيركويد وبعد كده يكون بليروسيركويد. فعرفنا ان الفيرست انترميديت هوست اللي هيتكون بيه هو السايكلوبس او الووتر فلي اللي هو برغوت الميه. اول ما البرغوت ده ياكل الكوراسيديم يا جماعه بيبتدي يتحول للاربا الثانيه اللي هي البروسيركويد لاربا، اللي ما زالت محتفظه بقدره الاختراق، وبما انها ما زالت محتفظه بقدره الاختراق بتقول لك انا عايزه كائن ثاني عشان استخدم معاه الموهبه بتاعتي، يعني لازم سكند انترميديت هوست. ولما اجي اغششك السكند انترميديت هوست هقول لك بص الاسم الدوده اسمها فيش تايب وورم، يبقى اكيد هيبقى عباره عن سمكه. تيجي السمكة يا جماعة تاكل البرغوت بما فيه من بروسيركويد لاربا، طبعا البرغوت هيتهضم وهتتحرر منه البروسيركويد لاربا، وبعدين تتحول داخل أنسجة السمكة إلى بليروسيركويد لاربا. إذا دلوقتي الانفكتيف ستيج هي البليروسيركويد لاربا الموجودة داخل أنسجة السمكة. مطلوب من الانفكتيف ستيج إنها تطلع فوق الخط وتوصل للإنسان تاني عن طريق مودز أوف انفكشن. طبيعي ان الانسان بياكل السمكه، بس امتى توصله العدوى؟ لما صيغها بطريقه مود اوف انفكشن محترم اللي هو انجشن اوف امبروبابلي كوكد فيش كونتيننج فيابل بليروسيركويد لاربا. لا تقول لي عن طريق اكل السمك ولا عن طريق اكل السمك اللي جواه لاربا، لا لازم تقولها لي كده بكل شروطها، لازم تبقى السمكه مش مستويه وجواها فيابل بليرو سيركويد لاربا. السمكه دي يا جماعه اسمها ايه؟ هي سمكه السالمون فيش، والميه طبعا ميه عذبه، لان ان شاء الله باذن الله هنيجي في التريماتودز هنعرف ان نوعيه السمك اللي هناك هتبقى مختلفه، سمك البلطي والبوري، والميه ما بتبقاش بقى فريش ووتر ميه عذبه يعني، لا ده بتبقى براكش
ووتر يعني ميه لا عذبه ولا ملحه. فمهم الحاجات دي تعرفوها كويس جدا وانتوا بتذاكروا. انا النهارده بتكلم على سمكه السلمون، سمك ميه عذبه، علشان بنيجي نسالك في الداتا اللي بتطلعها يا ترى ايه هو الانترميديت هوست، فانت تيجي تجاوب وتقول لي اه الفيرست انترميديت هوست هو السايكلوبس، السكند انترميديت هوست هو السالمون فيش. طب سؤال يا جماعه، هل انا لوحدي كانسان اللي باكل السمك؟ لا، اي كناين او اي فيش ايتنج انيمال زي الدوجز والكاتس والحاجات دي بتاكل السمك عادي، فتعتبر شريك ليا في دوره الحياه. ويتكون جواها الادلت برضو؟ اه، بس هعتبرها ايه بقى المره دي؟ هعتبرها التعريف اللي قلناه في البدايه خالص لما جيت اعرف لكم الهوس. انا بقول لك انه شريك ليا في دوره الحياه، اصبح دلوقتي جواها الادلت، يبقى اذا بيعتبر مخزن للعدوى، فسميه ريزرفوار هوست. يبقى انا النهارده يا جماعه اول مره في الستودز بتكلم على ريزرفوار هوست. قبل كده كنت بكلمك على الديفينيتيف هوست فوق والانترميديت هوست تحت وخلاص وبسكت. المره دي بقول لك لا، طلع لي الداتا. الديفينيتيف هوست هو المان، الريزرفوار هوست هو الكارنيفوروس انيمالز او الفيش ايتنج انيمالز زي الدوجز اند كاتس. الانترميديت هوست هو الفيرست انترميديت هوست سايكلوبس، السكند انترميديت هوست هو السالمون فيش. الدايجنوستيك ستيج هي الاماتيور ايج، الانفكتيف ستيج هي البليروسيركويد لاربا، المودز اوف انفكشن هو انجستشن اوف امبروبابلي كوكت سالمون فيش كونتيننج فايبل بليروسيركويد لاربا. وبقى انا كده طلعت الداتا بتاعه اللايف سايكل. ملاحظين ايه يا جماعه في اللايف سايكل دي؟ ملاحظين ان الست خطوات بتاعتنا ثابتين، وكل اللي انا عدلته في اللايف سايكل مبني على معرفتي بالمواهب بتاعه الدوده ومعرفتي باسامي اللاربات. يبقى اذا التغيير منطقي ومن غير حفظ ولا حاجه. ادي الست خطوات بتوعنا. قلنا ان الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، وما تنساش تقول لي شريكه في دوره الحياه اللي هو ريزرفوار هوست فيش ايتنج انيمالز. تاني حاجه هيعدي اماتيور ايجز ان ستول، وبالتالي هحتاج الخطوه الثالثه اللي هي خطوه الماتوريشن اوف ايجز، وبعدين الانفكتيف ستيج ديفلوبمنت. هحكي قصه من اول ما الكوراسيديم يتحرر من البيضه ويتاكل بالسايكلوبس ويتكون جوه السايكلوبس بروسيركويد لارفا، وبعدين السايكلوبس بما فيه من بروسيركويد لارفا يتاكل بالسمكه ويتكون جوه بليروسيركويد لارفا. دي كل القصه اللي داخل الخطوه دي اللي هي الانفكتيف ستيج ديفلوبمنت. بعد كده الخطوه الخامسه هتوصل للانسان ازاي؟ عن طريق انجكشن اوف اندر كوكت سالمون فيش كونتيننج فايبل بليروسيركويد لارفا. اخر حاجه هتكبر في الانتستين بتاعه الانسان وتتحول الى ادلت تاني وتتقفل اللايف سايكل تاني. ادي يا جماعه اللايف سايكل بتاعه الضيف اللي بصر يا، وعرفنا ازاي هي مختلفه عن بقيه السيستودز. اما هنيجي ان شاء الله في التريماتودز يا جماعه هنلاقي اللايف سايكل شبيهه جدا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. الكلينيكال بريزنتيشن، دوده هفكرك بمواصفاتها، دوده بالامطار، وحش داخل السمول انتستين. يبقى اكيد لما هاجي الف الكلينيكال بريزنتيشن هقول لك بتيجي بايه؟ انتستينال مانيفستيشن، نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين ومش عارف ايه كل الكلام ده كله. ووارد ان العيان يجي من غير مانيفستيشنز خالص، لو كانت الدوده لسه صغيره وما بتعملش مشاكل ومفيش مشاكل لسه ظاهره اسيمتوماتيك. لكن قول لي بقى، احنا متعودين دايما كده بقول لكم على جنرال مانيفستيشنز ومانيفستيشنز مميزه للدوده نفسها، وهي دي بالمناسبه يا جماعه المفتاح المميز لكل دوده في الكيس. يعني لو تفتكروا التينيا كنا بنقول لكم ايه الحاجه المميزه ليها، اللي هي السيجمنتس اللي بتسحب وتطلع بره الانس لوحدها. كمان وحش بياكل اكل العيان فالعيان بيجيب هانجر بين. الهايمنوليبس قلنا كانت بتفرز توكسينز وتعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن. طب ما تيجي النهارده نشوف ايه المميز بتاعت النهارده. بتاعت النهارده دي يا جماعه بتحب الفيتامين بي 12 جدا جدا جدا. طبعا انتوا دارسين بايو كيمستري فعارفين فيتامين بي 12 مهم في حاجتين. اول حاجه مهم في عمليه الهيماتوجينيسيس، تصنيع كرات الدم والماتوريشن بتاعها. تاني حاجه مهمه يا جماعه في تصنيع المايلين شيز بتاع النيرفز. لذلك نقص الفيتامين بي 12 بيعمل لي مشكله في الاثنين، تصنيع كرات الدم فيعمل لي حاجه اسمها ميجالوبلاستيك انيميا، ثاني حاجه بيعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشنز. تعالوا نبتدي من البدايه، هي بتحب الفيتامين بي 12 جدا، بتحب
تاكله جدا 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 جدا. طب بتعمل ايه؟ انا بكلمك عن دوده بالامتار 10 متر يعني وحش جوه الانتستين بتاعه العيان، عايزه تستهلك كل الفيتامين بي 12 اللي نازل له في الاكل، تعمل ايه؟ اول حاجه هي بنفسها بتاكله، يعني بتعمل كونسامشن لارج اماونتس اوف فيتامين بي 12، وكمان بتعمل استراتيجي، بتعمل استراتيجيات علشان تمنع وتضمن ان الانسان ما يستهلكش الفيتامين بي 12. كمان تعمل ايه؟ انتوا عارفين ان الفيتامين بي 12 يا جماعه بيتم امتصاصه في نهايه السمول انتستين، بس علشان يمتص محتاج يتحد بحاجه اسمها انترنسك فاكتور اللي بتفرزه المعده، وبعدين الانترنسك فاكتور يشبك في فيتامين بي 12 ويروح يمسك في ريسبتورز موجوده في التيرمينال ايليوم علشان يتم امتصاصه. هي بقى بتضمن ازاي انه ما يمتصش؟ اولا بتضرب الانترنسك فاكتور تكسره، فتمنع ان الانترنسك فاكتور يمسك في الفيتامين بي 12. طب لو بعض الانترنسك فاكتورز نفذوا كده من تحت ايديها ومسكوا خلاص في الفيتامين بي 12، تعمل ايه؟ تقوم منع الكومبلكس ده ان هو يروح يشبك على الريسبتورز بتاعه التيرمينال ايليوم. كمان بتبوظ الميوكوزا بتاعه التيرمينال ايليوم علشان تمنع امتصاص الفيتامين بي 12. يعني هي نفسها بتستخدم الفيتامين بي 12. تاني حاجه هي من انانيتها مش عايزه الهوست كمان يستخدم الفيتامين بي 12، فبتمنع امتصاصه بكل الطرق، بدايه من تكوين الانترنسك فاكتور تكسره وتمنع ارتباطه بالفيتامين بي 12، وكمان لو ارتبطوا تمنعهم ان هم يشبكوا في الريسبتورز الموجوده في التيرمينال ايليوم. طب ايه موضوع الميجالوبلاستيك انيميا دي يا جماعه؟ انتوا المفروض ان انتوا دارسين في الهيستولوجي ان بدايه تصنيع خلايا الدم يا جماعه بتبقى من ستيم سيلز موجوده في البون مارو، ستيم سيلز كبيره جدا، وبعدين لما تبتدي تتخلق خلايا الدم بتبتدي تصغر في الحجم، كل ما يحصل لها ماتيوريشن يا جماعه كل ما الخليه حجمها يصغر. علشان يحصل الماتيوريشن ده والنيوكلياي بتاعت الخلايا يحصل لها ماتيوريشن لو كانت وايت بلاد سيلز او لو كانت ار بي سيز تطرد تماما من الريد بلاد سيل، يعني تختفي منها، انتوا عارفين ان الريد بلاد سيل ما جواش نيوكلياس، محتاجين الفيتامين بي 12. ايه اللي بيحصل لو الفيتامين بي 12 مش موجود؟ ما يحصلش الكلام ده كله، فيتخلق خلايا دم حجمها كبيره شبه البلاست سيلز اللي موجوده في البون مارو، فنسميها الانيميا. المميز ليها جدا ان الخلايا بتبقى كبيره في الحجم. تاني حاجه البون مارو بيبقى مليان بلاست سيلز، فسميها ميجالوبلاستيك انيميا. المفروض سواء انتوا درستوها او لسه هتدرسوها قدام هي اسمها ميجالوبلاستيك انيميا. ايه كمان؟ كمان النيورولوجيكال مانيفستيشنز بسبب المايلين شيث اللي هو الغلاف المسؤول عن انتقال الاشاره العصبيه او بيسهل انتقال الاشاره العصبيه في النيرفز بطريقه افضل، لما ده محتاج فيتامين بي 12، لو الفيتامين بي 12 مش موجود يبقى العيان هيجي بنيورولوجيكال مانيفستيشنز زي هيديك وانسوميا او كونفولجنز او كده. مش بس عشان الفيتامين بي 12، لا ده كمان احنا بنتكلم على دوده بالامطار بتفرز توكسينز، يعني كان كائن تاني عايش جواه بتفرز توكسينز وبتسبب برضه النيورولوجيكال مانيفستيشنز. اخيرا الانتستينال اوبستراكشن، ودي متوقعه. خلونا نشوف الدايجنوزس. احنا دايما متعودين انه كلينيكال دايجنوزس وبعدين دايركت دايجنوزس وبعدين اندايركت دايجنوزس. قلنا اننا بنلجا للاندايركت دايجنوزس لو كان في مشكله في الدايركت دايجنوزس. تعال نشوف الدايركت دايجنوزس. هعمل ايه؟ هعمل ستول اناليسيز، هلاقي البيضه مميزه جدا جدا جدا، والبيضه يا جماعه بتبقى حرفيا كده مغرقه الستول. ليه؟ لان كل دوده يا جماعه بتنزل مليون بيضه في اليوم. انت متخيل مليون بيضه في اليوم بتنزل في الستول من دوده في بالامطار؟ يعني انت هتيجي تفحص الستول بمنتهى البساطه هتلاقي الايج بالكاركترز بتاعتها المميزه. يبقى اذا الدايركت دايجنوز ما فيش اي مشكله، لذلك لما بتلاقي مكتوب عندك في الكتاب الاندايركت دايجنوز مش مكتوب ما تستغربش، ما احنا قلنا القاعده ما تحفظش.
اي دوده هتلاقي مكتوب فيها indirect diagnosis في الدايجنوزس اعرف ان في مشكله على طول في الدايركت دايجنوزس، خلتني الجا للاندايركت دايجنوزس واكلف العيان واخليه يدفع فلوس. بما ان هنا في الضيف اللي بص ليه طب مانيش محتاج اكلف العيان فمانيش كاتب اندايركت دايجنوزس، رغم اني معمليا ممكن اعمل كل الحاجات بتاعت الاندايركت دايجنوزس اللي يعني ممكن اعمل كوبرو انتيجن ديتكشن في الاستول، ممكن اعمل بي سي ار عشان اعمل ديتكشن لل الدي ان ايه بتاع البارازايت، بس انا لو عملت كده ابقى ما عنديش ضمير او جاهل. ليه؟ لاني هكلف العيان على الفاضي. انا مش بكلمكم كباحث لكن بكلمكم كطبيب، ومعنى ان احنا بنتكلم كاطباء يا شباب ان احنا بنبص على الحاجه لعمل الانفستيجيشن، هل في احتياج لعمل انفستيجيشن واكلف العيان؟ يبقى في الحاله دي لو في احتياج بكتب اندايركت دايجنوز، مفيش احتياج ما تكتبش اندايركت دايجنوز والا ما تبقاش فاهم. خلاص يا جماعه يبقى هنا مش محتاج الاندايركت دايجنوز في حاجه. تعالوا نشوف البريفنشن اند كنترول. طبعا القاعده اللي احنا عارفينها الديفينيتيف هوست اللي هو المان هتعمل فيه ايه؟ هعالجه. الريزرفوار هوست هتعمل فيه ايه؟ لان ان هو قطط وكلاب ومش عارف ايه، خلاص مهمين بالنسبه لك مش مهمين؟ شوف القاعده بتاعته، مهمين قدم لهم رعايه بيطريه، مش مهمين اعمل لهم ايراديكيشن اوف ستري دوجز اند ايه كاتس. طبعا زي ما قلنا اختلاف بقى على حسب الدوله، يعني يقول لك لا وحقوق الحيوان والكلام ده، لكن احنا ما عندناش الكلام ده. تاني حاجه الانترميديت هوست اللي هي عندك، هل انت هتدور على البراغيث في الميه؟ مش هقدر اوصل لها. هل انت هتروح للسمكه هتعمل ايه؟ هتعالج السمك اللي موجود في الميه كلها؟ مانيش هقدر اعمل له حاجه، لكن اقدر ان انا اوصل للحاجتين دول عن طريق المودز اوف ترانسميشن اللي هو ايه؟ اقول للراجل اعمل بروبر كوكينج اور فريزنج اوف فيش، يعني اطبخ السمك كويس او جمده كويس علشان تقدر تقتل اللارفا اللي جواه لو كانت موجوده، واحنا عرفنا بقى ان هو يتجمده عن سالب 10 لفتره طويله يا اما ترفع درجه الحراره اثناء ما انت بتطبخ السمك. ومن البدايه تقدر ان انت تمنع اصلا وصول الاستول بتاع الانسان للميه. ما احنا من بدايه دوره الحياه اصلا هو ان الاستول بتاع الانسان وصل للميه، ايه اللي وصله للميه؟ غالبا يا جماعه بتيجي الكيس في الموضوع ده ان هو بيجي صياد سمك. شايف انا قلت لكم ان لما بتعامل مع الكيس لازم افهم اهميه كل كلمه. صياد سمك يعني بيبحر بالقارب بتاعه في الميه، وبالتالي سهل جدا ان هو يعمل ديفيكيشن في الميه والاستول بتاعه يوصل لايه؟ للميه. قد يكون بيعمل كده وقد يكون ما بيعملش كده، لكن انا بحط احتمالات. يبقى اعلمه الله يكرمك ما تعملش ديفيكيشن في الميه عشان ما تعملش دوره الحياه تكملها. التريتمنت بتاعها هل في بريكوشنز يا جماعه؟ هي دوده عاديه ما فيهاش الخطوره بتاعت الحاجات اللي فاتت ولا بريكوشنز ولا الكلام ده، لكن ممكن اقول لك انها بما انها يعني دوده بالامطار فالله يكرمك لما تيجي تعالج باليوميسان ادي بعديها سلايم بيرز. ليه؟ علشان تتاكد انك طردت الدوده كلها من الانتستين وتمنع ان هي تموت وتتحلل ويطلع منها توكسنز تضر العيان. الدواء بتاعنا اللي احنا متعودين عليه برازي كوانتيل، مش مطلوب منكم لا جرعات ولا اي حاجه غير اسم الدراج تشويس اللي هو البرازي كوانتيل. ده ما يمنعش طبعا ان اليوميسان ممكن يستخدم معاك. ده بخصوص الدوده الخاينه يا جماعه، ودي تصنف كانتستاينال سيستود زي ما قلنا. ليه؟ لانها دوده عايشه في السمول انتستن اوف مان، والمان فيها ديفينيتيف هوست. طيب انا لما جيت شرحت لكم يا جماعه التيشو ستودز المره اللي فاتت قلت لكم كده في البدايه لو تفتكروا انا شرحت لكم اول اثنين منهم في اول مره، تاني اثنين شرحتهم في تاني مره، واخر واحده هشرحها النهارده اللي هي اسمها الاسبارجينم او الاسباراجنوزيس.
نيجي نشوف ايه هي الحاجه دي وايه سبب ان انا شرحتها النهارده او هشرحها النهارده، اصلها مرتبطه جدا يا جماعه بالضيف اللي بوسريان، يعني شبيهه ليها. عشان كده يا جماعه انا ليه شرحت لكم بالطريقه دي؟ لان المره الاولانيه كل الديدان بتاعت المره الاولانيه مرتبطه ببعضها نفس القاعده. المره اللي فاتت اللي هي السيستودز الشريط الثاني فيها كان برضه الديدان اللي فيها مرتبطه ببعضها، النهارده برضه الديدان بتاعتها مرتبطه ببعضها. فتيجي كده نشوف، احنا متعودين ان الدايفيلوبوسريام ليتم كان اسمها فيش تاب وورم، وكانت السمكه فيها من الابطال بتوعها بتوع الانترميديت هوست. طيب انا هتكلم يا جماعه عن اختها اسمها دايفيلوبوسريام مانسوناي او دايفيلوبوسريام مانسونويز، مش هتفرق الاسامي. الغرض اللي انا عايز اقوله لك انها اي عيله، اي دوده من عيله الدايفيلوبوسريام، لكن ما هياش ليطم. يعني كل اخوات الدايفيلوبوسريام بس ما هياش ليطم، يعني زي الدايفيلوبوسريام مانسونويز او مانسوناي او 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 بيعملوا الامراض اللي انا بقولها لكم دي. دي كلها يا جماعه ديدان ما تخصش الانسان في حاجه، يعني ديدان موجوده في الحيوان والانسان ملوش دعوه باللايف سايكل اصلا، لكن بيدخلها اكسيدنتالي وبالتالي يعامل زي ما عومل في المره اللي فاتت في التيشوس ستودز، يعامل كانترميديت هوست وينزل تحت الخط والحيوان يطلع فوق الخط. يعني معنى كده يا جماعه ان المره دي دورة الحياة أنا هحاول أجمع فيها ما بين المرة دي والمرة اللي فاتت. إيه هي الأبطال بتوعنا جنب السمكة يا جماعة؟ التعابين والضفادع والطيور. يعني دول كلهم يعتبروا انترميديت هوست، السكند انترميديت هوست بالتحديد. يعني مع السمكة، شركاء للسمكة. يعني دول اللي بيتكون جواهم البليروس الكويد لاربا. تعالوا نشوف شكل اللايف سايكل، مش دي شكل اللايف سايكل بتاعت الدايفيلوبوسريام ليتم اللي احنا متعودين عليها. الادلت عايش في السمول انتستين اوف مان، ينزل اماتيور ايج في الستول، ينزل في الميه يعمل ماتيوريشن ويتكون الكورا سيديم، يتحرر يخرج من الميه يخش على الخطوه الرابعه اللي هي فورميشن اوف انفكتيف ستيج، يكون البروسيركويد لاربا الاول جوه السايكلوبس ثم البليروسيركويد لاربا جوه السمكه، وبعدين تطلع تاني فوق الخط بموز اوف انفكشن وتوصل للانسان. دي دوره الحياه اللي احنا متعودين عليها في الدايفيلوبوسريام ليتم. امال الدايفيلوبوسريام مانسوناي او اخوات الدايفيلوبوسريام اللي هم موجودين كديدان يخصوا الحيوانات وما لهمش دعوه بالانسان، ايه اختلاف اللايف سايكل؟ اول حاجه بشيل الانسان خالص من فوق الخط، لان احنا قلنا ان دي ديدان عايشه داخل الحيوانات ملهاش دعوة بالإنسان، يبقى هشيله وهحطه تحت الخط، يعني يضم الإنسان مع الانترميديت هوست اللي هو طبعا السكند انترميديت هوست، يعني هيبقى شريك للسمكة هو كمان، وكمان مش بس كده هيبقى مع اخوات السمكة اللي احنا قلنا عليه. وإيه كمان؟ تاني حاجة يا جماعة لما نيجي كده نمشي اللايف سايكل وباعتبار ان انا هكملها في الانسان، سيبك من السمكة والكلام ده، الادلت عايش في السمول انتستين بتاع الكلاب والقطط. فاكرين؟ دول كانوا شركائه، كانوا ريزرفوار هوست في حالة الدايفيلوبوسريام ليتم. المرة دي احنا طردنا الانسان كديفينيتيف هوست وعيننا الدوجز والكاتس كديفينيتيف هوست. والانسان نزل تحت كانترميديت هوست. اي واحد في الانترميديت هوست، ما انا فاكر ان انا عندي تو انترميديت هوست فيرست اند سكند. قلنا الفيرست بيبقى حشره اسمها السايكلوبس، السكند بيبقى الكائنات الثانيه اللي منهم السمك وبقى منهم كمان الانسان دلوقتي. الادلت عايش في السمول انتستين بتاع القطط والكلاب، ينزل اماتيور ايج تنزل في الميه يتكون جواها الكوراسيديم، يتحرر ويطلع يتاكل بالسايكلوبس، يتكون جوا السايكلوبس البروسيركويد لارفا، ثم يجي الانسان يشرب الميه اللي كان فيها سايكلوبس الحشره دي، يعني جواها البروسيركويد لارفا. ايه اللي يحصل؟ يتكون جواه بليروسيركويد لارفا، هو كده سكند انترميديت هوست اما قام السمك. وبعدين يجي يطلع فوق الخط بقى عايز يقفل اللايف سايكل، مطلوب منه انه يتاكل بواسطه القطط والكلاب. هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش. ليه؟ لانه بلايند هوست في الحاله دي تبع شروط التيشوس ستودز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طب علشان اللايف سايكل يا جماعه تستمر هيحصل ايه؟
قلنا ان انا ممكن امشي في طريق تاني اللايف سايكلز فيه تكمل، يا اما امر من خلال السمكه يا اما من خلال الضفادع والثعابين والفراخ. يعني الخطوه ده اهي السايكلوبس هتتاكل بواسطه السمكه او بواسطه الضفدع او بواسطه التعبان او بواسطه الفرخه، وبعدين يطلعوا فوق الخط يجي القطط والكلاب ياكلوهم وتستمر دوره الحياه. ماشي يا جماعه؟ طيب هل في سبيل تاني الانسان ممكن يتعدى؟ يعني هل الانسان كسكند انترميديت هوست مطلوب منه بس ان هو يشرب ميه فيها سايكلوبس اللي جواه بروسيكويد لاربا؟ لا، ممكن كمان الانسان يا جماعه ياكل اي واحد من السكند انترميديت هوست دول. يعني ممكن ياكل السمك اللي جواه بروسيكويد لاربا، او ممكن ياكل الضفدع اللي جواه بروسيكويد لاربا، او ممكن ياكل التعبان اللي جواه بروسيكويد لاربا، او ممكن ياكل الفرخه او الطير عامه اللي جوه البليروسيركويد لاربا. هيحصل ايه؟ هيطلع البليروسيركويد لاربا هيلاقي نفسه في الانتستين، يعمل ايه؟ يتصرف بنفس التصرف اللي تصرفه البروسيركويد لاربا. هو احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ بنتكلم في شابتر اسمه التيشو سيستونز، مش ده كان اخر واحد في التيشو سيستونز؟ يعني معنى كده انه مش هيقعد في الانتستين، مش مسموح له اصلا يقعد في الانتستين بتاع المان. امال عايز يروح فين؟ عايز يروح للانسجه، يعني هيتصرف بنفس الطريقه، هيروح للانتستاينال وول يخترقه، يخش على الدم، يمشي مع السيركيوليشن، يتوزع في اي حته يروحها، سواء كانت سي ان اس، اي سبكوتينيوس تيشو، ماسلز، فيسرا، اي حته هيروح يقعد فيها. طب بس كده؟ يعني انت قلت لي اول حاجه، اول مودز اوف انفكشن، اول طريقه لنقل العدوى، ان الانسان كسكند انترميديت هوست هيشرب الميه اللي فيها سايكلوبس مع دي بالبروسيكويد لارفا. الاحتمال الثاني ان الانسان هياكل اكل او سكند انترميديت هوست مش مستوي كويس وهيبقى جواه البليروسيركويد لارفا. في الحاله دي البليروسيركويد لارفا هتخرم الجاب برضه وتروح تمشي مع السيركيوليشن تعمل نفس الشيء. هو هنا برضو لما بياكل السايكلوبس اللي جواه بروسيركويد لاربا بيتحرر البروسيركويد لاربا في الانتستين ويخترق برضو جدار الانتستين، يخش مع السيركيوليشن، يتوزع في الانسجه. المهم وخلاص، سواء كل ده او دول، مطلوب من البروسيركويد لاربا او البليروسيركويد لاربا تمشي مع السيركيوليشن وتروح تقعد في النسيج، وبعدين ويتكون في النهايه بليروسيركويد لاربا في الانسجه بتاعه الانسان. يعني سواء كان بروسيركويد لاربا، البروسيركويد لاربا هيخرم الانتستين ويمشي مع الدم ويروح يتوزع على الانسجه ويتكون بليروسيركويد لاربا. طب لو كان بليروسيركويد لاربا جاهزه، كل اللي هتعمله انها هتخترق جدار الانتستين وتمشي مع السيركيوليشن وتروح تقعد في اي حته وتظل بليروسيركويد لاربا. دول بس طريقه العدوى يا جماعه؟ لا، انا عايز البليروسيركويد لاربا دي توصل للانسان باي طريقه. في بعض العادات يا جماعه في المجتمعات البدائيه ان لما الانسان يتجرح يقوم عامل كمادات عن طريق انه يحط عليها لحم التعبان او لحم الضفدع. لحم الضفدع مش مطبوخ، يعني اذبح التعبان او اذبح الضفدع وحط اللحمه بتاعتهم كبولتيسز او كمادات يعني على الجرح. عندهم اعتقاد ان ده بيساعد على ان التيشو الملتهب ده او المجروح ده يخف. اللي بيحصل ان للاسف النسيج اللي هو حاطه ده اللي هو نسيج الضفدع او التعبان موجود جواه بليروسيركويد لاربا حيه، فتروح مهاجره من اللحمه بتاعتهم وتقوم داخله في النسيج الملتهب ده، تخش على اي بلاد فيسل وتقوم مهاجره وتمشي بنفس الطريقه انها تقعد في اي نسيج وتكون بليروسيركويد لاربا. هي اللاربا يا جماعه اللي اسمها البليروسيركويد لاربا اللي انا عايز اقول لك انها هتتواجد في النهايه في نسيج الانسان ليها اسم ثاني اسمها اسبارجينم لاربا، ويبقى اسم المرض اسباراجنوزس. فاكرين يا جماعه السيركا السليلوزا اللي كانت بتقعد في الانسجه بتاعت الانسان فسمي المرض سيستي سيركوزس؟ النهارده اسم اللاربا اسبارجينم لاربا اللي هي البليروسيركويد لاربا اللي هي اللاربا الثانيه يعني بتاعت الديدان اللي من عيله الدايفيلوبوسريوم ليتم، بس اللي بيعدوا الحيوان مش بتاعت الانسان. هي بتاعت الانسان كان اسمها ايه؟ دايفيلوبوسريوم ليتم. امال بتاعه الحيوان اي حاجه تانية غليطه زي المانسونويدز مثلا.
طب سؤال يا جماعه، الدايفلوبوسر يعمل ايه؟ طب لو انا شربت الميه اللي فيها السايكلوبس اللي معدي بالبروسيركويدلر هيحصل لي حاجه؟ الجواب مش هيحصل لي حاجه. ليه؟ لان الانفكتيف ستيج في الدايفلوبوسريم ليتم عشان تقدر تطلع فوق الخط وتعدي الانسان اللي كان موجود هنا لازم تبقى البليروسيركويد لارفا اللي موجود جوه السمكه. اشرب السايكلوس بما فيه من بروسيركويد لارفا مش هيحصل لك حاجه. هات البيضه كلها مش هيحصل لك حاجه. هات الكوراسيديم ده اشربه مش هيحصل لك حاجه. امال امتى تتعدى في الدايفلوبوسريم ليتم؟ لو انت كلت بليروسيركويد لارفا حيه. لكن الموضوع مختلف يا جماعه في الدرس اللي احنا بنتكلم عليه ده. لو انت شربت الميه اللي جواها سايكلوبس معدي، او لو كلت السمكه اللي جواها بليروسيركويد لارفا، او لو كلت الضفدعه او الثعبان او البرد اللي جواه بليروسيركويد لارفا، او لو حطيت اللحوم بتاعه ده وده على نسيج ملتهب او جرح، كل ده في النهاية هينتهي بتكوين بليروسيركويد لاربا في الأنسجة بتاعتك، تقعد في الأنسجة بتاعتك ويبقى أنت في الحالة دي انترميديت هوست. وفي نفس الوقت طبعا دورة الحياة بتتقفل في الخطوة الخامسة والستة فبتبقى كمان بلايند هوست. ودي شروط التيشو سيستودز اللي احنا عرفناها. فاكرين الشريحة دي وريتها لكم المرة اللي فاتت؟ قلت لكم التيشو سيستودز هي لاربال ستيج اوف سام سيستودز ذات انهابيت هيومن اكسترا انستاينال تيشوز. حصل النهارده ولا ما حصلش؟ حصل في مرض الاسبارجنوزس بواسطة الاسبارجينم لاربا. تاني حاجة في الحالات دي المام بيستخدم كانترميديت هوست وبلايند هوست. حصل فعلا و تواجد الانسان تحت الخط بعد ما نقلته من فوق. تاني حاجة الخطوة الخامسة والستة اتقفلوا فعلا. كمان قلنا انها مور دينجرس ذان الانتستاينال سيستودز. ليه؟ لانها بتروح لفايتال اورجانز، ده المرة دي هتروح للبرين وهتروح للسباينال كورد وهتروح للاي وهتروح وهتروح وهتروح، كلها فايتال اورجانز. تاني حاجة الدايجنوز بتاعها صعب، لو لارفا من دي راحت قعدت في الاي ولا راحت قعدت في البرين ولا في السافوتينيوس تيشو، ايه اللي يعرفني ان هي بالتحديد التشخيص هو الاسبارجينم لارفا؟ التريتمنت بتاعها بيبقى صعب. قلنا ان الانتستينال ستودز يا جماعه سهل جدا اوصل لها لاني بدي دواء بيشتغل في الانتستين على طول، لكن التيشو ستودز محتاج ادي جرعات كبيره وفترات طويله، وبالتالي كمان الافكت بتاع العلاج ما بيبقاش مضمون قوي. وقلنا الشريحة دي برضو المرة اللي فاتت ان التيشو سيستودز كان فيها السيركوسيستك سيركوت بتاع الاتشينانا والسيستك سيلوزا بتاعت التينيا سوليوم، دول قلناهم في اول مرة خالص. تاني مرة بتاعت الهيداتسس والكونيراس سيربراليس دي قلناها المرة اللي فاتت، والنهاردة كلمتكم خلاص عن الاسبارجينم لاربا والاسبارجنوز. تعالوا نكمل كلام في الاسبارجنوز. احنا انتهينا خلاص ان بقى عندي بليروسيركويد لاربا موجودة في الانسجة. ايه الباثولوجي بتاعها؟ اولا اعرف لي زي ما كلمناك في الهيداتيد سيست كلمتك فيها عن الايتمز دي، اولا السايتس بتاعتها انا قلت لك بتروح لاي نسيج منها السي ان اس والاي والسبكوتينيوس تيشو والماسلز والكلام ده. فاكرين الاماكن دي بالتحديد انت كنت شفتوها فين؟ كنت شفتوها في مرض السيستي سيركوز. لذلك لما هتروح هناك هتعمل حاجات مشابهه. هتروح تعمل ايه يعني؟ الاستراكشر بتاعها يا جماعه البليروسيركويد لاربا بتبقى دوده، هي صحيح لاربا لكنها كبيرة، بتبقى رينكلد زي ما انتم شايفينها كده، وبيبقى لونها ابيض شبه الشريط زي امها اللي هي الدايفلوبوسريم ليتم، ببطاطة يعني شبه الشريط، وبتوصل لسيبرال سنتيمترز. بتبتدي صغيرة الاول بالملي وبعدين توصل لسيبرال سنتيمترز، يعني ممكن تكبر في النسيج اللي هي راحت له وتكون دودة طولها كام سنتي. هتعمل ايه يعني؟ يعني الباثولوجي بتاعها هيكون ايه؟ طبعا انت خلاص وصفت لي منظر اللاربا، وطبعا قطعا ده دياجنوستيك ستيج يبقى لازم تكون عارف المواصفات اللي انا قلتها لك دلوقتي. كمان هتعمل ايه؟ يعني انا لو جيت خدت يعني بايوبسي من المنطقه اللي فيها اللاربا دي هلاقي ايه؟ هلاقي اللاربا وحواليها خناقه الاميون سيستم اللي هو انفلاماتوري رياكشن حوالين اللاربا. وزي ما احنا متعودين دايما يا جماعه في البارا، الخليه المناعيه الاساسيه بتاعتنا في البارا هي الايزينوفيلز، وبالتالي انا متوقع ان هنا هلاقي ايزينوفيليا، هلاقي انفلاماتوري رياكشن موجود حوالين اللاربا. المريض هيجي يشتكي من ايه؟
هيجي يشتكي من فيفر وايزينوفيليا طبيعي، كل ده متوقع في اي تيشو بارازايت. اي بارازايت يا جماعه جسم غريب بيدخل جسم الانسان لازم يعمل تفاعل مناعي هو الفيفر. طيب والبارازايتس اللي بتمشي في الدم وتكشف الانتيجنز بتاعتها بكميات كبيره في الدم تعمل حاجه كمان اسمها ايزينوفيليا، يعني تستفز الجهاز المناعي في الدم فتزود الايزينوفيلز كمان في الدم عشان تروح تهاجم اللارفا دي او الدوده دي فتعمل ايزينوفيليا. اقدر انا احددها لو انا عملت سي بي سي اللي هو صوره الدم كامل لوكال، طبعا بيبقى اكوردنج للافكتد تيشو. يعني مثلا لو راحت الاي هتعمل ايه يا جماعه؟ هتعمل بينفول انفلاماتوري نوديول هناك، لو طلعت مثلا من بره في الكونجنكتيف تعمل كونجنكتيفايتس، لو طلعت في المسلز هتعمل ايه؟ هتعمل بروبتوز يعني هتبوظ هتخلي العين هتطلع لبره، ممكن كمان تعمل سكوينت. كل الكلام ده احنا قلناه لما اتكلمنا عن السيستي سيركوز. سكوينت يعني حول العين تبقى باصه في حته ثانيه غير العين الثانيه. ممكن لو طلعت في الـ في اي حته في الاي تعمل لها انفلاميشن وتبوظها. ممكن تروح على السي ان اس تعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن على حسب الحته اللي راحت فيها سواء سنسوري اريا او موتور اريا، او حتى تروح للسي اس اف وتسد المسار بتاعه فيحصل هيدروكيفالس الى اخر هذا الكلام. يعني على حسب المكان اللي هي بتروح فيه بتروح تعمل انفلاماتوري نوديول. طب ايه رايكم لو حصلت في السكن هتعمل برضه بينفول انفلاماتوري نوديول؟ ما هو انفلاميشن بس المره دي هشوفها بعيني. ولما هتك عليها هتوجع العيان، ده اسمها تندرنس، يبقى تندر انفلاماتوري نيديول او تندر بينفول انفلاماتوري نيديول. بينفول دي شكوى المريض، تندر دي لما الدكتور يضغط عليها والمريض يتألم كساين. يعني الكلام ده هتاخدوه بعد كده ان شاء الله، ايه الفرق ما بين السيمبتومز والساين، هتاخدوه في البطن ان شاء الله. هاو تو دايجنوز، تعالوا نشوف كالعادي كلينيكال دايجنوزز. هلاقي في الهيستوري بتاع العيان اي حاجه تدل على المود اوف انفكشن، يعني الراجل ده راح واكل سمك مش مطبوخ كويس او استخدم الفروكس اللحمه بتاعتها حطها على ووند الى اخر هذا الكلام. ده كلينيكال دايجنوزس، لكنه كالعاده بيدي بروفيجنال دايجنوزس مش ديفينيتيف دايجنوزس. امتى الجا للديفينيتيف دايجنوزس؟ هوصله ازاي يا جماعه؟ عن طريق ان انا اعمل دايركت دايجنوزس. دايركت دايجنوزس ازاي؟ عن طريق ان انا اشوفها تحت الميكروسكوب. طب ايه رايكم يا جماعه؟ دايركت دايجنوزس محتاج ان انا اشوف اللارفا دي تحت الميكروسكوب. طب افرض طالعه في الاي ولا طالعه في البرين ولا طالعه في الحاجات دي، هوصل لها ازاي؟ يبقى اذا الدايركت دايجنوزس هنا صعب، لكن ممكن الجا للحاجات الثانيه زي ان انا اعمل ايمجنج ستادي. طبعا الايمجنج ستادي بقى هنا واخد التوب، السي تي والام ار اي، وممكن لو عملت سي بي سي يطلع لي ايزينوفيليا. السيرولوجي طبعا كاندايركت دايجنوزس ممكن الجا له، لكن مفيش اختبارات مناعيه يعني متاحه في الوقت الحالي. يعني اذا الدايجنوزس مينلي عباره عن ايمجنج تكنيك. طب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت يا جماعه، هل طريق الدايركت دايجنوزس مقفول تماما يعني؟ لا، قلت لك طب افرض المريض دخل عمل جراحه وشال الماس دي، ما انت ممكن بعد كده تفحصها هيستوباثولوجي تحت الميكروسكوب وتعمل الدايجنوزز بتاعك عادي. ماشي يا جماعه؟ طيب هاو تو تريت، طبعا التريتمنت بتاعنا سيرجيكال ريموفال. قبل ما ننقل من الحته دي، طبعا هي القاعده العامه بتاعتنا الدايركت دايجنوزز في مشكله فلجات للاندايركت دايجنوزز اللي هو سيرولوجي انتيجين ديتكشن انتي بودي ديتكشن، كل الكلام ده مقبول. الاذرز بي سي ار ماشي، سي بي سي ايمجنج، كل الكلام ده ماشي. لكن انا قلت لكم يا جماعه ان المره دي المين ستاي هو الايمجنج ستادز في الدايجنوزز. انا بكلمك عن دوده ممكن توصل لكذا سنتي موجوده تروح تقعد في البرين، لما اجي اعمل سي تي هتبان لك بالمنظر ده اهو، بس هتبقى الريجولار ماس وحواليها انفلاماتوري رياكشن. دي شكلها في الجراحه، ادي منظر اللارفا يا جماعه وهي موجوده داخل النسيج في المكان بتاعها، شايفينها انها دوده كبيره اهي بالسنتي يعني واضحه. التريتمنت بتاعها سيرجيكال ريموفال هو نيفر بوسبل، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في اي تيشو ستود. تاني حاجه لو فشلت فيه عالجه بدراج ثيرابي بالبرازيكوانتيل عادي بنفس الطريقه.
لكن يعني النتائج بتاعته هنا الحقيقة مش واضحة قوي يعني. Prevention and control عادي بنفس الطريقة، شوف الهوست بتوعك، شوف المودز اوف ترانسميشن واعكسها وكده. آخر حاجة، حاجة يا جماعة اسمها proliferative sparagnosis. فاكرين لما جيت قلت لكم برضو في آخر شرح الهيداتيد سيست، في نوع يا جماعة من الهيداتيد سيست اسمه مالتي لوبولار هيداتيد سيست، مشكلته ان اللامينار لاير بتاعته ما كانتش موجودة. فاكرين الطبقة اللي في النص دي ما كانتش موجودة، فكان الجيرمينال لاير بتبتدي تطلع لبره وتعمل انفيجن للتشو اللي حواليها. مش بس كده، ده كمان كانت بتبعت ميتاستاسز تروح لحتت بعيدة خالص عن السيست الأولانية، تتصرف كمالجنانت تيومر. في نوع من الاسبارجنوزس يا جماعة بيتصرف بنفس الطريقة دي، اللي هو ايه؟ ان اللاربة ذات نفسها بينفصل منها حتت حواليها، الحتت اللي بتنفصل منها دي يا جماعة تقدر تكبر وتعمل لاربات جديدة، تتكاثر يعني، سواء حوالين اللاربة الأم أو تهاجر لحتت بعيدة عن الماس الاولانيه، يعني بتتصرف بنفس الطريقه كمالجنانت تيومر. لذلك البروليفريتيف سباراجنوزيس ده يا جماعه نوع في غايه الخطوره، ممكن يروح لاماكن في غايه الاهميه يبوظها، لذلك ممكن تموت العيان بنفس الطريقه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. يبقى اذا ده نوع بيحصل فيه بادنج، يعني بيطلع حتت، بتنفصل حتت من الاسبارجينا من الاربه وتتكسر لوحدها، يا اما بقى في نفس المكان فتلاقي الماس قاعده عماله تكبر 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 كاكسباندنج ماس، يعني كميه الاربات جنب بعضها، او تبعت ماسز تروح لحتت بعيده خالص ملهاش علاقه اصلا بالمكان الاولاني للاربه. وزي ما قلنا طبعا حاجه زي كده، احنا كنا قلنا في المالتي لوكولار هيداتيد سيست العلاج ايه؟ قلنا الجراحه مش نافعه او صعبه، الميديكال تريتمنت صعب نتائجه وحشه، الاسبيريشن ما كانش نافع، كان مستحيل لانها كانت لوكولار. هنا نفس الشيء يا جماعه، التريتمنت بتاعها ملوش علاج ماشي. لذلك ده من الخطوره بتاعت النوع ده اسمه بروليفريتيف اسباراجوس. انا كده خلصت معاكم يا جماعه السيستودز، لكن باقي لي حته صغيره عشان اقفل الكلام اللي احنا قلناه. احنا درسنا ايه في السيستودز؟ احنا درسنا تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم هايميلوبس ديمينيوتا وهايميلوبس دينانا في اول مره، ودرسنا الايكاينوكوكاس جرانيولوزاس والايكاينوكوكاس مالتي لوكيولاريس والمالتي سيبس مالتي سيبس في تاني مره، المالتي سيبس مالتي سيبس او التينيا مالتي سيبس اللي هي كونيراس سيربراليس، دي اللاربه بتاعتها يعني اللي كانت بتعمل كونيروزس. شرحنا الاثنين دول في تاني مره، شرحنا الاثنين دول في اول مره، والنهارده شرحنا الدايفلوبوستريام ليتام والدايفلوبوستريام مانسونويدز او اخواتها، يعني كنائب عن اخوات الدايفلوبوستريام ليتام. وعرفنا ازاي ان كل دول يا جماعه ينطبق عليهم نفس اللايف سايكل، لكن دول لايف سايكل طبيعيه ودي لايف سايكل مقلوبه. وعرفنا ان الاثنين دول كان ليهم لايف سايكل مختلفه لانها دوده خاينه بتروح تقلد العيله اللي بعد كده اللي هي عيله التريماتوز. لذلك لما جينا قسمناهم شفنا الشكل الاولاني اللي هو القاعده العامه، ثاني مره قلبناها، ثالث مره شفنا ازاي الدوده الخاينه بتتصرف. تعالوا بقى نقسمهم تقسيمه، نقول لك خلي بالك دول اسمهم السايكلوفيليديا ودي اسمها السايدو السودوفيليديا. سودو يعني كذابه يا جماعه. سايكلو احنا كنا قلنا ان السكرز بتاعتها هي الاورجان اوف فيكسيشن، السكرز حاجات مدوره عشان كده سموها سايكلوفيليديا. اما السودو اللي هي الكذابه الخاينه اللي احنا اتكلمنا عليها في اخر مره. يبقى انا عندي يا جماعه السيستودز الكلاس سيستودز بنقسمهم لتو اوردرز او عيلتين تانيين، العيله اللي انا متعود عليها اللي هي العيله الطبيعيه خالص اللي ماشي عليها القاعده بتاعه السيستودز اللي اسمها سايكلوفيليديا، والعيله الخاينه الكذابه
اللي اسمها السودو فيليديا. لذلك يا جماعة ما تعملش الكلاسيفيكيشنز اللي موجودة في أول كل عيلة إلا لما تدرس العيلة الأول، بعد كده هتلاقيها سهلة. طب ممكن أقسمها لك تقسيمة تانية؟ آه ممكن أقسمها لك يا جماعة، أقول لك مجموعة ديدان عايشة في الانتستين ومجموعة ديدان عايشة في التشو. مجموعة ديدان عايشة في الانتستين يعني الأدلت عايش جوه الانتستين بتاع المان، فسميناها انتستينال سيستودز. ومجموعة ديدان اللاربة بس هي اللي تخص الإنسان، وكان الإنسان تحت الخط يعامل كإنترميديت بوست، وكانت الدودة الأدلت عايشة في الحيوان ماليش دعوة بيها. تعالوا نقسمهم كده، يعني انتستاينال سيستودز وتيشو سيستودز. طبعا التيشو سيستودز هم الخمسة اللي أنا قلت لكم عليها دي، السيستر كاسيلولوزا بتاعت التينيا سوليا، السيركوسيستك سيستركويد أوف اتش نانا، قلنا في الحالة دي المان تيمبوراري انترميديت هوست، ولو سمحت حطه في الآخر في اخر التيشو سيستودز. الهايداتك سيس والكونيال سيريبرال دي احنا قلناها المره الثانيه، النهارده قلنا الاسبرجينال لارك. امال الانتستاينال سيستودز هي مين؟ التينيا ساجيناتا والتينيا سوليام، الهيمنلبس نانا ودمينيوتا، والداي فيلو بوسريام ليتون. اخر حاجه كنت قلت لكم ان من ضمن الكلاسيفيكيشن احنا بنقسمها لعيلتين، العيله الطبيعيه والعيله الخاينه، السايكلوفيليديا والسودوفيليديا. هتلاقي جدول كبير عندكم مقارنه ما بين العيلتين، هتلاقوا ان انا قلته بالفعل في اثناء الكلام. هتلاقي اول حاجه نتكلم عن السكوليكس، دي بيبقى السكوليكس بتاعها شكله جلوبولر مدور، لكن دي بيبقى الونجيتد مطول. دي انا ما قلتهاش صحيح بس هي هتعرفوها معانا في السكاشن ان شاء الله. تاني حاجه الاورجانز اوف اتاتشمنت، هنا كان عندها ساكرز، هنا عندها بوسريا مفيش ساكرز. وبما ان هنا الاورجانز اوف فيكسيشن مختلفه، فتوقع ان الهوكس موجوده هنا ما ذكرناهاش في الثاني، يعني مفيش هوكس. بالنسبه لشكل الماتيور سيجمنت، كنا اتكلمنا ان الجينيتال اوبننج موجوده على الجنب في السايكلوفيليديا. لما جيت شرحتها لكم كنت قلت لكم الكومون جينيتال بور اللي موجود على الجنب، لكن في السودوفيليديا كان موجود قدام على الفنترال سايد، وكمان اليوترس هنا ما كانش ليه فتحه، اليوترس هنا ليه فتحه، وبالتالي في هنا جرافيت سيجمنت وما فيش هنا جرافيت سيجمنت. بتتذاكر بالطريقه دي يا جماعه. الفيتلاين جلاندز كانت لما اتكلمنا المره اللي فاتت في اول مره خالص كنت قلت لكم انها موجوده في ماس كده ورا الاو او تايب، لكن في السودو في الليديا كانت بتبقى الفيتلاين جلاندز منتشره في السيجمنتس زيها زي التستكلز. كل الكلام ده يا جماعه يعني بتعرفوه معانا في السكاشن اكتر، ما يخصنيش في النظري قوي. انا قلت لكم الحته اللي تهمني في النظري اللي هو الجرافيت سيجمنت. ليه؟ لانها تستخدم كدايجنوستيك ستيج احيانا، موجوده في السايكلوفيليديا مش موجوده في السودوفيليديا. الاجز من اول هنا في الجدول في قمه الاهميه، يعني في الجدول ابتدي عشان النظري ابتدي لي من اول الجرافيت سيجمنت، موجوده هنا مش موجوده هنا. الاجز زي ما قلنا القاعدة بتاعت السايكلوفيليدي انها بتبقى راوندد وليها جدارين وجواها اونكوسفيل، لكن في السودوفيليديا لا، ده بتبقى اوفال واوفركيوليتد وعندها جدار واحد و اماتيور. طب بالنسبة للانترميديت هوست، احنا قلنا هنا كان في انترميديت هوست واحد تحت الخط، لكن هنا كان في تو انترميديت هوست. بالنسبة لللارفال ستيجز هنا احنا قلناها اللي هو السيس سيركس بوبس والسيس سيركس سيليلوزا والسيركوسيستك سيست سيركويد والهايداتد سيست والكونيراس سيريبراليس. هنا قلنا البروسيركويد لاربا والبليروسيركويد لاربا اللي كانوا سوليد، لكن هنا كانوا شبه البلالين مليانين ميه. ذاكروا بالترتيب اللي انا قلت لكم عليه ده يا جماعه. الحاجه بتاعه الكلاسيفيكيشن الموجوده في اول السيستودز دي بعد ما تنتهي من الشابتر خالص، المقارنه ما بين السايكلوفيليديا والسودوفيليديا دي تتعمل في الاخر خالص بعد ما تخلص الشابتر، لانها هتلاقيها كل الحاجات اللي فيها اتقالت. وقلت لكم ان اللي يهمني في النظري هو بدايه من الجرافيك سيجمنت في الجدول. كل اللي فوق برضه سهل جدا تتوقعوه بنفسكم، مش محتاج اي
حفظ. كالعاده تعالوا نطبق الكلام اللي احنا قلناه. تشاينيز ميل عنده 30 سنه جاي بيشتكي ب انتستينال مانيفيستيشن، عمل سي بي سي طلع عنده ماكروسيتيك نورموكروميك انيميا، عملوا ستول اناليسيز لقوا اوبركيوليتد اكس. عايز منك التشخيص والدياجنوستيك والانفكتيف ستيج والاوردر اسمها ايه واذر نيمز تو ذا بارازايت. وزي ما قلنا يا جماعه احنا بنمسك الكيز ونفصصها حته حته. فتعالوا نشوف اول حاجه، هل كلمه تشاينيز دي ليها اي اهميه يا جماعه؟ تشاينيز عندهم الدوده اولا موجوده اللي هي الدايفلوبوستريم ليتم. الحاجه الثانيه يا جماعه ان عندهم عاده هي اكل السمك ني، يبقى انا حققت كده المود اوف ترانسميشن اللي هو اكل السمك ني. ليه؟ عشان لو في لاربا موجوده تبقى حي. يبقى كلمه تشاينيز استفدت منها ايه؟ انه ربما يكون بياكل اكل مش مستوي، خصوصا السمك والحاجات دي، قد يكون وقد لا يكون، الله اعلم، انا بحط احتمالات لسه. جاي بيشتكي من انتستينال كومبلين، يبقى اكيد في حاجه عامله مشكله في الانتستين. عمل سي بي سي لقى ماكروسيتيك نورموكروميك انيميا، افكر في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد كمان طالما انتوا درستوه بقى في البايو. الستول اكزامينيشن لقى بيضه، يعني انت بتتكلم في هلمنسز، والبيضه دي مواصفاتها انها اوبركيوليتد يعني ليها غطاء. واول ما تيجي كلمه اوبركيوليتد في دماغي افكر في عيله التريماتودز اللي انتوا لسه ما درستوهاش واللي بيقلدها اللي هي الدوده الخاينه من السيستولز. تعالوا نجمع الداتا مع بعض. انا عايز دوده ليها غطاء اوبركيوليتد وشكلها اوبل يعني، وبتسبب ماكروسيتيك انيميا يعني بتحب الفيتامين بي 12 وساكنه في السمول انتستين. لما تيجي تجمع الحاجات دي كلها يا جماعه هتلاقيها في بتاعه النهارده اللي هي الدايفيلوبوستريام ليتم. تعالوا بقى نرجع تاني. دايفيلوبوستريام ليتم تشاينيز افادتني، اصل المود اوف ترانسميشن ان انا هاكل سمكه مش مستويه. بيجي بيشتكي من انتستينال كومبلينت، اصل الادلت عايش في السمول انتستين. ماكروسيتيك نورموكروميك انيميا، اصل الادلت بيستخدم كميات رهيبه من الفيتامين بي 12 وكمان بيمنع امتصاصه. اوبركيوليتد ايج، البيضه بتاعتها اوبركيوليتد. يبقى رجعت تاني بعد ما قلت التشخيص بتاعي اطمن ان كل الداتا اللي موجوده في الحاله تفسر الدياجنوزيس بتاعي. طيب ازاي هتشخص الموست بروبابل دياجنوز؟ خلاص عرفناها اللي هي انفكشن ويز دايفلوبوستريام ليتم. الكوست بارازايت هي الدايفلوبوستريام ليتم. الدياجنوستيك ستيج هي البيضه بمواصفاتها اللي انتم عارفينها على يمين الخط. الانفكتيف ستيج هي البليروسيركويد لاربا اللي مواصفاتها كذا كذا كذا. زي ما قلنا احنا بنهتم قوي بالدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج، الداتا بتاعتها كامله تكون معروفه. الاوردر بتاعتها طبعا سودوفيليديا اللي احنا قلناها، اذر نيم تو ذا بارازايت قلنا ان ليها اسم ثاني اللي هي اسمها برود تاب وورم او الفيش تاب وورم. برضه واحد ياباني 30 سنه جاي ببيري اوربيتال ايديما، بينفول ايديميتاس كونجنكتيفايتس اند لاكريميشن، لقوا سب كونجنكتيفال نديول، وعنده هيستوري انه كان بيستخدم الضفادع، لحمه الضفادع بيحطها على عينه. قلنا ان العاده ده ان هو بييجوا يحطوا لحمه الضفادع او لحمه الثعابين ككمادات يعني يستخدموها على الانفليمد تيشو. راجل جابانيز، يبقى افكر في الاحتمالات اللي بتبقى موجوده في الفار ايست اللي منها الليسبر جينم لاربا او مرض الاسفراجنوزس. هتلاقوا عندكم يا جماعه في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجود في الفار ايست في العموم ومنها اليابان. تاني حاجه جاي بيشتكي من شكوى مشكله موجوده في العين، يبقى انا بتكلم عن تيشو بارازايت رايح يقعد في العين، يبقى افكر في البارازايتس اللي بتعمل افكشن للاي. ايه كمان؟ استهلاك الفروجز ككمادات على الاي. ما مرتش عليكم يا جماعه غير في مكان واحد هي الاسباراجنوزس
ولما هتخلصوا المنهج كله ان شاء الله هتلاحظوا انها لم تذكر الضفادع والتعابين والحاجات دي الا في المكان ده عندكم في المنهج. قلت الدياجنوزس خلاص بتاعي سباراجنوز اوب اي. ارجع تاني للكيس بتاعتي واتاكد ان كل الداتا اللي انا قلتها ماشيه مع التشخيص. How can you confirm your diagnosis؟ احنا قلنا ان دي حاجة طالعة في subconjunctival المرة دي، يعني قدام عيني، يعني سهل جدا يا جماعة هنا يعمل بايوبسي او حتى اكسجن وتتفحص هيستوباثولوجي. يبقى اذا الدايركت دايجنوزس هنا ممكن ان هو يتعمل بسهولة علشان المرة دي موجودة قدام عيني. ده ما يمنعش ان انت ممكن تكتب الحاجات التانية مفيش مشكلة، لكن دي اهم حاجة عندي هنا هي الدايركت دايجنوزس. يسألك هو الموضوع ده يا جماعة كومن في مصر ولا لا؟ طبعا الجواب هو لا، لان احنا في مصر لا بناكل سمك ني ولا ضفادع ولا تعابين ولا بنحط لحومهم على جروح ولا الكلام ده، كل العادات دي مش موجودة عندنا. سؤال give reasons ليه البرنيشيوس انيميا كومون في الضيف الاوستريام ليتم؟ قلنا الموضوع ليه علاقه بالفيتامين بي 12 وسلوك الدوده في استهلاكه بطريقه عنيفه، وكمان ازاي بتمنع الابزوربشن بتاعه عن طريق تدمير الانترنسك فاكتور ومنع البايندنج بين الانترنسك فاكتور والفيتامين بي 12 ومنع الابزوربشن في الترنال ايليا. ليه اليوميسان يا جماعه ليه بنستخدم بعديه سلاينبرج بعديها بساعتين ثلاثه؟ احنا بنتكلم في دوده بالامطار لو ماتت ويطلع منها كميه توكسنز رهيبه تاذي العيان، لذلك لازم ادي بعديها سلايم بيرج عشان اطمن تماما ان الدوده تم طردها بالكامل قبل ما تتحلل ويخرج منها توكسنز. ليه ما فيش جرافيت سيجمنتس في الدايفيلوبوسيريام ليتم؟ قلنا لان اليوترس بتاعها ليه فتحه وبالتالي مش هيتنفخ بالبيض. ليه application of frog tissues لالسريتد سكين هاز تو بي افويدد؟ قلنا السبب في مرض الاسباراجنوز قد يكون لحمه الفروج دي فيها اسبارجينم لارفا، وبالتالي هتتنقل بمنتهى البساطه للانفليند تيشو ده وتعمل هيومن اسباراجنوز. نفس الشيء في السؤال ده، ليه ما تاكلش طيور وفروجز امبروبابلي كوك؟ لنفس السبب. ليه تغلي الميه؟ ليه غاليه الميه يا جماعه؟ بنستخدمه عشان منع الاسباراجنوزس، لكن ما بغليش الميه علشان امنع الدايفيلوبوستريام ليتم انفكشن. الجواب قلنا ان في حاله الدايفيلوبوستريام ليتم الانفكتيف ستيج بتاعتي هي البليروسيركويد لاربا، اي ستيج ثانيه تحت الخط ما هياش انفكتيف حتى لو انا كلتها. لو كلت البيضه مش هيحصل لي حاجه، لو كلت الكوراسيديوم مش هيحصل لي حاجه، لو كلت البروسيركويد لارفا اللي موجوده جوه السايكلوبس مش هيحصل لي حاجه. لكن الوضع مختلف في الدايفيلوبوسيريام مانسونايت، لو كلت السايكلوبس هتحصل لي العدوى، لو كلت السمكه هيحصل لي العدوى، لو كلت الضفادع التعابين الكلام ده، كل الكلام ده يعني كل الحاجات ده بالنسبه لي انفكتيف ستيج في مرض الاسباراجنوز. لذلك غلي الميه يا جماعه مهم في الاسباراجنوزس لكن ملوش اهميه في الدايفيلوبوسيريام ليتر. سؤال صح او غلط او مالتيبل تشويس كويستشن، جرافيت سيجمنت اوف دايفيلوبوسيريام ليتر كان بي كونسيدرد از ا دايجنوستيك ستيج. خلي بالك بقى يا جماعه من ان السؤال احيانا بيبقى محطوط فيه فخ عشان تقع فيه، يعني صيغه السؤال تخليك تركز. هل الجرافيت سيجمنت بتاع الدايفيلوبوسيريام ليتر تعتبر كدايجنوستيك ستيج، يعني بتنزل كدايجنوستيك ستيج ولا لا؟ فتتشغل في الحته الثانيه من السؤال وتنسى اصلا ان مفيش جرافيت سيجمنت للدايفيلوبوسيريام ليتر. يبقى خلي بالك من الفخ اللي ممكن يكون موجود في السؤال، اقرا كل كلمه وركز فيها. الجواب طبعا فولس لان مفيش جرافيت سيجمنت للدايفيلوبوسيريام ليتر، لكن قد تكون الماتيور سيجمنت تنزل كدايجنوستيك ستيج عادي خالص. Asparaginum larva is larval stage of Tinea multiceps ولا Pleurocercoid larva of Diphyllobacterium latum ولا Procercoid larva of Diphyllobacterium mansonides ولا none of the above؟ تعالوا نمسك إجابة إجابة.
وخلي بالكم يا جماعه اقروا السؤال كويس جدا عشان ما تقعوش في اي غلطه بسبب الاستعجال. يعني لاربا الستيج هي فعلا لاربا لكنها مش بتاعه المالتي سيبس التينيا مالتي سيبس اللي هي مالتي سيبس الكونيروس سيريبراليس دي احنا درسناها في الكونيروزس ملهاش علاقه بالاسفراجينم اصلا. البليرو سيركويد لاربا بتاعه الداي فيلوبوسريام ليتا ملهاش دعوه بالموضوع. قلنا الداي فيلو الاسفراجينم لاربا دي هي ملهاش علاقه بالداي فيلوبوسريام ليتا لكن ليها علاقه باخوات الداي فيلوبوسريام ليتم اللي بيبقوا موجودين في الحيوانات. يبقى الاجابه الثانيه هي كمان غلط. البرو سيركويد لاربا اوف دايفينوبوسريام مانسونويدز اهو منكم ممكن يقع في غلطه ويختار الاجابه دي. ليه؟ عشان اول ما شاف الدايفينوبوسريام مانسونويدز غلط ويمكن كمان يتلخبط ويقرا دي بليرو سيركويد لاربا. لذلك ركزوا في كل كلمه يا جماعه. هي صحيح بتاع لاربا للدايفيلوبوسريام مانسونويدز لكنها ما هياش البروسيركويد لاربا ده هي البليروسيركويد لاربا وبالتالي الجواب الصح هو نون اوف ذا ابر. انجستشن اوف ووتر كونتيننج سايكلوبس انفكتد ويز بروسيركويد لاربا اوف دايفيلوبوسريام ليدز تو. يقول لك لو شربت ميه يا جماعه فيها السايكلوبس اللي معدي بالبروسيركويد لاربا بتاع الدايفيلوبوسريام ليتم هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي دايفيلوبوسريز ليتم يعني هتعدي بقى بالدايفيلوبوسريام ويتكون جوايا ادلت واللايف سايكل بتاعت الدايفيلوبوسريام ليتم العاديه اللي احنا متعودين عليها دي تحصل جوايا. الجواب هو غلط. احنا قلنا ان البروسيركويد لاربا بتاعت الدايفيلوبوسريام ليتم ما هياش انفكتيف. الانفكتيف ستيج الوحيده للدايفيلوبوسريام ليتم هي البليروسيركويد لاربا وبالتالي الجواب مش هيحصل لي حاجه. نون اوف ذا ابر. بكده يا جماعه نكون خلصنا الستودز بكل الاقسام بتاعتها واتمنى برضو ان انتوا لما تيجوا تشتغلوا فيها تذاكروها بنفس الطريقه ده انها تكتلات مع بعضها. انا اخترت لكم ترتيب مختلف شويه عن ترتيب الكتاب لكنه الترتيب الوحيد اللي يساعدكم في المذاكره لان الحاجات اللي انا اخترتها في كل مره حاجات ليها قاعده واحده مع بعضها. بدات لكم بالقاعده العامه تاني حاجه عكستها لكم في المره الثانيه قلبت يعني اللايف سايكل. ثالث مره قلت لكم شكل اللايف سايكل لما الدوده تبقى خاينه وهي ان شاء الله هتبقى بدايه الكلام عن شكل اللايف سايكل في التريماتودز. زي ما قلت لكم البارا يا جماعه بتبقى محتاجه انها تبقى مفهومه علشان تقدروا ان انتم تالفوا اللايف سايكل و كل الكلينيكال ايشوز اللي بعديها. ما تحاولش ان انت تحفظ في البارا لانك لو حفظت هتتلخبط كل الحاجات كلها هتدخل في بعضها. استنتج المعلومه قبل ما تشوفها اتعلم ازاي تفهم. انا حاولت قدر الامكان اثناء الشرح ان انا اعد لكم في الشرح واسترجع لكم الداتا من الشرح بتاع كل مره علشان اربط لكم المعلومات ببعضها. حاولت ان انا قدر الامكان امثل لكم ازاي انا بفكر وبكلم نفسي وبحاول استنتج المعلومه قدامكم علشان انتم كمان تستخدموا نفس الطريقه دي في مذاكرتكم مش بس في الباره لا في المواد الثانيه كمان. الطب يا جماعه عباره عن فهم ما تحاولش ان انت تحفظ. الحفظ ده خليه حاجه بسيطه خالص لكن لما تيجي تذاكر حاول تفهم وتشغل عقلك واخلق قواعد عامه واستنتج المعلومه وبعدين المعلومه اللي انت ما تعرفهاش تاكد ان هي ليها هي كمان قاعده عامه ليها. اتعلم القاعده العامه وبعدين ضمها لطريقه التفكير بتاعتك. كده انت عقلك بيكبر مع الوقت وبتقدر تفهم ازاي تخلق قاعده عامه وتخليها من البديهيات اللي موجوده عندك. كده احنا خلصنا السستودز. انتم يعني لسه في بدايه الدراسه. السستودز لسه تقريبا قدامها كمان اسبوعين. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اخلصها لكم من بدري علشان تفهموها وبعدين خدوا وقتكم بقى في المذاكره. زي ما قلت لكم كافي جدا يعني لو ذاكرت اول فيديو في ساعتين في الاسبوع وده وقت كبير طبعا. تاني فيديو في ساعتين في الاسبوع، تالت فيديو في ساعتين في الاسبوع، انت خلصت السودز كلها قبل ما تخلص في المحاضرات والسكاشن، وتبقى كده ماشي معانا خالص وما انتش متاخر ولا حاجه، في نفس الوقت هما الساعتين بس في الاسبوع مش كتير على البارة ولا هيعملوا ازمه للمواد التانيه.
اتمنى ان تكون الماده وضحت شويه بالنسبه لكم، ولو في اي مشكله زي ما بقول لكم كل مره ابعتوا لي ايه مشكلتكم، الفيدباك بتاعكم قولوا لي الايجابيات وقولوا لي السلبيات، لو في حاجه انتم محتاجينها نعملها مفيش مشكله ونحطها في الاعتبار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.